كل مشاهدي ومتابعي قناة الصحة والجمال، أسعد الله صباحكم بكل خير والمحبة لبعضكم البعض. طبعا إن شاء الله بأمر الله في تواصل مستمر مع بعضنا بجانب اللي اتصلته أثناء الحلقة. وطبعا الحمد لله رب العالمين الخط امبارح تفاعل شوية، يعني أنا شايفة إن في ناس عرفت تتواصل. أو طبعا صاحبة المشكلة بتاعت امبارح اللي هي اتصلت، كنت حابة إن أنا أكمل معاك المشكلة بتاعتك، ولكن بقول لك خلي عندك تفاؤل وخلي عندك خير واللي جاي احسن ان شاء الله، ويا رب تعرفي تتواصلي معايا النهارده اثناء الحلقه، او لو انت حابه تكملي كلامك معايا برضو في انتظارك ان شاء الله بامر الله. بعتذر لك جدا ان الخط ما جمعش برضو معانا، وطبعا مستنيه تليفوناتكم كالعاده نفسر الرؤى والاحلام ونطلع منها المشكله ونحلها، ونشوف الحلم بيوصل لنا ايه وايه رسالته وايه مضمونه، علشان الحلم ده مهم جدا في حياتنا، ومحدش يقول ان هو حلم وخلاص، لا ده واقع في حياتنا. فدي بتبقى رسائل من المولى عز وجل علينا ان احنا يبقى عندنا بشاره بالامر، او ناخد بالنا من الامر ان في حاجه فنحاول نصلحها في انفسنا بسرعه. طبعا لحين استقبال تليفوناتكم كالعاده ببدا ان انا اتكلم في بعض الرسائل اللي بتوصلني من خلال الحلقه وبنتكلم فيها، وخدمه الرسائل دايما موجوده وشغاله معانا على الشاشه للي عايز يبعت اثناء الحلقه الرسائل بتاعته. ببدا ان انا اتكلم فورا في بعض الرسائل الموجوده معايا. رساله بتقول بسم الله الرحمن الرحيم، حلمت ان ام زوجي عضتني من ايدي، عضتها من ايدها قبل وفاتها بيومين، والله اعلم عض الايد للمتوفي لحد قبل ما يموت بيومين، هو بتطلب منك ان انت تسامحيها، وبتطلب منك ان يعني تسامحيها على اي اساءه او اي حاجه. هتسامحيها لان خلاص هي بقت بين ايد الرحمن، ملهاش لازمه انك تقولي حسبي الله ونعم الوكيل، ولا ملهاش لازمه انك تتكلمي في اي حاجه خلاص، فانت هتسامحيها وتقول الله يرحمها وربنا يسهل لك الحال يا رب. هبدا اخد اول اتصالات. يا ام يوسف سلام عليكم. ام يوسف اهلا معاك يا كذا، اهلا بيك، اتفضلي يا ام يوسف. بقول لك انا هعمل حالي مجهري ومرات اخويا حلمت لي حالي. طيب اتفضلي يا ام يوسف. حلمت اللي انا وهي كنا رايحين عند واحد ماشي؟ لا مش ماشي، تاني ماشي. انا لسه هكلمك في مشكلة في الاتصال. طيب ام يوسف طبعا بعتذر لك، حاولي ترجعينا تاني ان شاء الله في انتظار تليفونك. يبقى احنا كده عرفنا اللي هي الزوجة اللي هي عضت ايديكي، او اي حد اي متوفي قبل ما يموت بيومين، وانت بتشوفي ان هي جاية وبتعض ايديكي، هي بتقول لك العض هنا مش حاجة وحشة، لان هي هتموت، هي ماتت بعدها بيومين، فبتقول لك سامحيني، يعني انسيني، انسي كل اساءه انا عملتها لك وانا موجوده، يعني بتطلب منك الغفران. فقولي لها الله يرحمك وسامحيها عشان ربنا يصلح لك حالك يا رب العالمين، وتلاقي بعد وفاتك اللي يدعي لك. نفس القصه. فهد بيقول حلمت اني رقبتي بتؤلمني الما شديدا جدا لدرجه انه جاءني احد لا اعرفه وربطها لي وانا فكتها تاني يوم. يعني لما واحد الرقبه هي الاهلويه صله الارحام، لما انت رقبتك بتوجعك وبيجي حد بيربطها لك وانت فكتها تاني يوم، فانت دايما واصل لقطع الرحم، يعني انت دايما بتقطع الرحم بتاعك، يعني اخواتك، خالك، عمك، الاهل، الاقارب، دايما ما فيش صله ارحام بينك وبينهم، مزاجك انت، يعني المزاج راجع لك انت، اما بتجيلك الهفه اتكلم، مش بتجيلك الهفه ان انت تتكلم مع حد فما بتكلمش، فالمشكله عندك انت. فطبعا ده انذار ليك، لان ربما والله اعلم يحصل لك عطلات كتيره قوي في حياتك، وده نتيجه الرحمه اللي انت بتقطعها، لان ربنا اسمه الرحمن. لما بتقطع الرحمه بتاعت ربنا فربنا بيقطع عليك رحمته. فايا كان ايه الامر اللي انت فيه، هي صله الارحام طبعا مطلوبه، وعلى قد ما تقدر تتواصل معاهم، تقول الكلمه الطيبه، تقول الكلمه الكويسه،
في مشاكل قوي، ارفع سماعة التليفون دلوقتي، التليفون قرب المسافات. ايا كان الامر ادعي لهم ان ربنا يديم لهم في اي حاجة، وربنا يهديك انت كمان لان المشكلة عندك مش عندهم، فخير يا رب. في رسالة بتقول: بسم الله الرحمن الرحيم، حلمت ان ايدي اليمين شلت ومش عارف احركها، وبدهنها لبن من غير ما يتغلي، بس للاسف ما لقيتش لبن وانتهى الرؤية. اما واحد يشوف ايده بتتشل وبيقولك انا بدهنها لبن، واللبن ده بيبقى بارد، وبيحاول يعني هو دهنها مره لبن وبيحاول مره تانية ان هو يدهنها لبن تاني واللبن بارد، هو معناتها واحد ظالم، بمعنى ان انت ايدك بتتمد على حد بريء، يعني عامله ملطشه في الرايحه والجايه، بتضرب وبتتسلى، يعني تتسلاش على عباد ربنا، عشان ربنا ما بعتلكش الاقوى منك ويضربك برضه، ومش شرط يضربك بالايد، ممكن يضربك في اي حاجه تانية، في مالك، في عيالك، في اي حاجه. هاخد شاديه، سلام عليكم. لو سمحتي، انا كنت عامله قريه على واحده ظلمت بنتي، حسبي الله ونعم الوكيل، ونمت حلمت ان حد بيقول لي نشوه ايديها اتقطعت لانها كتبت مذكره، بس كده. طيب نصلي على النبي عليه الصلاه والسلام. عليه الصلاه والسلام. لسه هتكملي بقى دعوات عليا ولا كده انت ارتحتي؟ لا خلاص. طيب خلاص كده، الحمد لله رب العالمين. طبعا هي دي رساله من ربنا وصلك، ايديها اتشلت علشان افصلي معايا. طبعا شكرا ليكي جدا. قلت حسبي الله ونعم الوكيل، لجوءك لربنا حلو جدا طبعا، واحسن من العبد يلجا للعبد فبيبهدلوا بعضهم، فاللجوء للمولى عز وجل افضل طبعا. ايديها اتشلت وعشان المذكره، فهي انتقام ربنا ليها، معناتها ان هي هتقع في مشاكل ماديه كتيره جدا، دي مشاكل ماديه، والمذكره هو بيدل على السنه ناس هتتكلم عليها كلام مش كويس، والله اعلم. ليه؟ لان المذكره هي كلام قالته على بنتك او على حد عندك، فالكلام اللي قالته هيترد لها ومن ناس قريبه منها في نفس الوقت، والله اعلم. فمن عمل يعمل يعني، فربنا يستح لها الحال وما تدعيش بقى كده خلاص، ربنا يستح لها حالها ويهديها يا رب. يبقى احنا هنرجع للاخ اللي هو بيضرب بايده ده، وبيدهن اللبن، فانت يعني عمال بتضربه، والشخص ده بريء منك، يعني بريء من الضرب والاهانات اللي انت بتهنها له. ايا كان هو بيشتغل عندك بيشتغل عند غيرك، لكن انت عندك مشكله نفسيه، علشان شايفه واحد مريض بيعمل تصرفات غلط. فربنا يشفيك الاول، وتاني حاجه حرام اللي انت بتعمله، وتالت حاجه ربنا موجود، هو ربنا شايفك ومطلع على حالك، فاعرف ان الدنيا دواره، فربنا يهديك يا رب العالمين. حلمت اني عندي الحصبة وكانت ظاهرة في جسدي كله، ولا استطيع الحركة علما اني عندي 33 سنة ولا اشكو من اي شيء. والله اعلم الحصبة، انا مش عارفة هل هي يعني مثلا حبيبات منفوخة ولا حصبة ممسوحة، يعني احمرار ونقط بس، لانها تفرق، لو احمرار ونقط بس في الجسم فهو بيدل على تهمة، وبيدل على مشكله، وبيدل على ان في حد هيوجه لك حاجه وانت مش هتعرف تدافع عن نفسك او تتعرف تدافع عن نفسك. طب لو فيها حاجه، يعني الحبات اللي في الجسم مليانه فيها حاجه، هو بيدل على منفعه ومال، يعني سبحان الله العكس دايما. فانا مش عارفه ايه نوع الحصبه اللي وصلت لك، فربنا يستحلك الحال ايا كان ايه نوع، خير يا رب ان شاء الله. حلمت اني معي سهم والسهم انكسر عند باب مكتبي، والله اعلم بيدل على فض شراكه ومشاكل، يعني فض خلاف بينك وبين شريكك في الشغل، او فض مشكله بينك وبين واحده، لان انا مش عارفه اللي بعت راجل ولا ست. فالسهم اللي انكسر على الباب عند المكتب بتاعك هو فض مشكله بينك وبين واحده، او فض خلاف بينك وبين شريكك على العمل، والله اعلم. حلمت اني واقفة على شط بحر ولقيت صياد بيصطاد سمك معين، وفعلا بيجيبه وبعد ما بياخده بيرجع يرميه بره المية الى ان يموت، وينظر الي ويقول لي ازيك. قلت له الله لا يسلمك. طيب اما واحد يجي يصطاد سمك من المية، طيب بتصطاد يبقى ده خير، حلو جميل، السمك رزق او البحر سعي، وانت بتسعى فبتصطاد السمك عشان تاكله. طب لو انت بتصطاد سمك وبتاخده، بعد ما بتاخده بترميه ومش بتحب ترجعه الميه، بترميه بره، فهو بيقول لك ازيك، وبيفضل باصص للسمك لحد ما يموت، وبعدين هو بيقول لك ازيك، فانت قلت له الله لا يسلمك. طيب
ده بيدل على واحد مخادع، واحد كذاب، واحد فيه صفة النفاق وبيميل للنساء، يعني بيحب النساء، بيوقعهم في شباكه زي ما بيقولوا، الخيانة بتاعتهم دي اللي هم بيعملوها يعني، ان يفضل مع دي لحد ما يخليها تتعلق بيه فيسيبها، ويسيبها لما يديها ان هو ياخدها او ما ياخدهاش فيسيبها. ونفس القصه دي ونفس القصه دي، يعني هو بيبقى عنده في الساعه 3 4 10، يعني الساعه بيبقى معاه 10 ستات، فبيتسلب بكل واحده. ده ربنا موجود، ده ربنا موجود، وممكن ينتقم منك في نفس الساعه دي برضه. فواحد انت بتقول له واحد ازيك، يعني انت بتتراهن، انت بتتراهن مع حد على حد على بنت، فهو قال لك الله يسلمك، فالشخص ده هينصحك ويقول لك هيتعمل في اختك، في زوجتك، في امك، في اهل بيتك، فخلي بالك ربنا موجود، عشان هو بيقول لك الله لا يسلمك. الله لا يسلمك معناتها ان انت هتدخل في كل مكروه. فعلشان نبقى واضحين في الرؤيه وفي تفسيرها، هرجع اقول زي الحلم اللي فات، الدنيا دواره، وخاف، خاف من اللي جاي، وخاف من نفسك، ممكن تموت في ثانيه. فبلاش التسليه على بنات الناس، والله اعلم. جيهان، سلام عليكم. السلام ورحمه الله وبركاته. اهلا بيك، اتفضلي. ازيك حضرتك يا استاذه منى؟ الحمد لله رب العالمين. ممكن اقول لحضرتك رحل؟ طبعا. متشكره قوي. بقول لحضرتك انا جوزي لسه متوفي من شهرين ونص. تمام. و هو مش عارفه هل في مشكله في الاتصالات ولا ايه؟ طبعا بعتذر لك، حاول الاتصال بينا مره تانية، ويعني لو في مشكله في الاتصالات اثناء الحلقه في 17 44، ونضغط رقم 2 بعد الحلقه ان شاء الله، وربنا يصلح الحال برضو والخطوط تبقى كويسه معانا ان شاء الله. يبقى انا كده هقول لك بقى اخر نصيحه، خاف على نفسك. هاخد بسم الله الرحمن الرحيم. هناء فهمي من اسيوط بتقول: حلمت ان يوجد معي بصل فخفت اني اطبخه وشلته في الدرج، وبعد ما شلته جيت علشان اطلعه لقيت القشره بايظه، فقلت خلاص انا هخرجه علشان انشفه وابدا اطبخه. والله اعلم. البصل هنا اللي انت ما بتشتغليش بيه، يعني مش بتطبخي بيه، وفي الاخر شلتيه وكده، فهو بيدل على مال. انا معايا مال، هو المال شويه صغيرين، ولو انت ما خرجتيهوش من الدرج واشتغلتي بيه، لو عملت حتى مشروع بسيط، هيبدا ان انت تصرفي وتخلصيه، وبعد كده تقعدي تغني وتقولي ايه الدنيا بايظه معايا. ايا كان ايه نوع المبلغ اللي معاكي، حاولي تدخليه في مشروع صغنن وتستثمري منه وقتك، وعشان يدخل لك مكسب ليكي فتعيشي منه، لان هنا ده انذار ليكي ان ما تسيبيش الفلوس كده عشان تبدأي انك تسحبي منها وتخلصيها، وفي الاخر هتقعدي بقى تعيطي. ربنا يصلح لك حالك يا رب العالمين، ما تعيطي ابدا. مهندس اشرف بيقول: حلمت من 8 سنين اني كنت في المزرعه بتاعتي في الليل، وكنت بتمشى فلقيت القمر داكن وصغير يعني هلال، لقيته اتحرك ووقع على الارض، فخفت وجريت وصحيت وانا عرقان وخايف. والله اعلم. هو سكوت القمر هو بيدل على سكوت عالم، سكوت عالم كبير في الدين، والله اعلم. طبعا انت بتقول من 8 سنين، هو بيدل على موت فضيله الشيخ محمد متولي الشعراوي، والله اعلم. فهو ده سكوت عالم في الدين، والله اعلم. مروه بتقول: حلمت اني اخدت فلوس من امي علشان اشتري الخضار من السوق، ونزلت السوق فلقيت السوق ما فيهوش اي خضار ولا فاكهه ولا لحمه ولا اي شيء، وكان اللي البياعين اللي بيبيعوا معاهم خواتم ذهب على العربيات الفاكهه والخضار، فاستغربت وخفت وقلت انا اكيد في عالم تاني. انا خايفه من التفسير. هو طبعا معروف ان الحياه هي اكل وشرب وعيشه وكده، فانت تنزلي السوق فتلاقي البياعين اللي كانوا موجودين ما فيش اي نوع من انواع الاكل، وبدل الاكل بتاعهم ذهب، والذهب بيبيعوه، ف طبعا ده بيدل على امر معين يعني. استاذ حوده، سلام عليكم. الله يبركاته. ازيك يا استاذه مني؟ اهلا بحضرتك استاذ حوده، اتفضل. الله يرضى عليك. والله انا حلمت كده ان انا واقف في مركب في بحر، وبعدين لقيت اتوبيس محامي الناس وطير في الجو كده، طير في الجو كده
ومحمي الناس زي عساكر فرحانين وبغيطوا، وفجأة لقيت نفسي اللي أنا معاه في وسطهم، وبعد شوية لقيت نفسي نطيت أتوبيس على فوق عمار كده حصوبش، فقلت ربنا يوصل أتوبيس زي الناس اللي فيه، فبسأل الناس قالوا أتوبيس وصل بالسلامة المحطة مصر في اسكندرية بس كده. طيب بص يا عم حوده، صلى على النبي عليه الصلاه والسلام. هو بيدل على احداث هتحصل لجيران حواليك، احداث هتحصل لجيران حواليك وانت المفروض تتدخل فيها. ماشي ماشي. هو انت ليك في القعدات؟ يعني لو حد قال لك تعالى اقعد معانا في القعده دي، او حد شاركك في مشكله تخصه بتروح؟ ايوه في ناس جيراننا. طيب في مشكلة أو أحداث هتخص ناس حواليك، روح من غير ما أقول لك تعالى، روح واتدخل وقول الكلمة الطيبة، عشان أنت كلمتك حلوة، أنت بتهدي الأمور. ماشي يا طلبة مني. ربنا يستح لك الحال يا حاج حودة يا رب. يا رب يا رب. شكرا شكرا. نورتني. شكرا. مع ألف سلامة. طبعا سبحان الله، حتى الرؤية أو الحلم لما بيجي وفي أي أمر بسيط، ربما تكون دي إشارة لحد ممكن يدخل يصلح حياة حد، يعني ممكن والله أعلم ربنا يا رب يبعد عن أي حد أي مشكلة. ممكن الجار ده يبقى عنده مشكلة بكرة بعده بعده، أو المشكلة موجودة محرج إن هو يقول لك يا حاج حدى تعب تعالى اتدخل لي تعالى، فهي الرسالة وصلت لك، روح واتدخل وقول الكلمة الطيبة وقف جنبه وخليك ظهرك في ظهره علشان ربنا يكرمك يا رب العالمين. شكرا لك جدا يا حاجة حودة، وسعيدة لسماع صوتك معنا. هرجع اخد رسالة بتقول بسم الله الرحمن الرحيم. مروة. مروة بتقول ان هي راحت السوق فبدل الخضار لقت ذهب، والناس البيعان بيبيعوا الذهب على العربيات الفاكهة، فاستغربت وخافت وكأنها في عالم تاني. طبعا من تحويل الاكل للذهب والباع على عربيات، فهو بيدل على بيع املاك لناس مهمة، بيع املاك لناس مهمه ايا كان بقى في السلطه بره السلطه اي حاجه من دي، فهو ده بيع املاك والله اعلم. معايا تليفون. السلام عليكم. السلام عليكم. بعتذرلك طبعا، بعتذرلك بعتذرلك. حاولي ترجع لنا تاني معلش. هو ربما يكون في مشكله اكيد في الاتصالات، بعتذرلك جدا. يبقى احنا عرفنا كده بيع املاك لناس مهمه قوي، بيبيعوا املاكهم بيصفوها يعني، فهنكون بنسمعهم سماع، هناخد المواضيع سماعي، يعني نسمع فلان الفلاني اللي كان عنده شركه كذا 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 بيبيعها او بيصفيها او خسر او اي شيء من هذا الشكل يعني، فالامر مش خاص ليكي خالص، انت هتسمعي، فانت هتسمعي فهتنقلي الموضوع لحد تاني. رأيت في رؤية، رؤية تانية، رأيت في رؤية اني كنت راكب حنطور وكل ما امر على ناس واقفة فتقف عليهم فتنزل التفاف على الناس متحولة الماز ابيض زي اللؤلؤ بيلمع من البياض، فتجري الناس وتلمه من على الارض، وكنت حزينة لاني محروم اني اخد منه زي الناس. والله اعلم. طيب احنا عارفين ان اي حاجة بالماس ابيض او ماس ابيض بيخرج من الفم فهو بيكون تحفيظ القرآن الكريم. طب انا عندي اختلفت هنا. طب هاخد اتصال وارجع لمحمد. استاذ محمد السلام عليكم. عليكم السلام. انا والدة محمد. ام محمد نورتيني. اتفضلي. لو سمحت انا كنت اتصلت بيكي وقلت لك على ماما وهي شايلة الرز، وقلت لي الرز ده زعل هي متوفية. تمام يا حبيبتي، اهلا بيكي. اهلا بيك. بس كان الخط قطع. انا كنت عايزه اعرف بس هي يعني فيها حاجه كمان كشف شعرها يعني. طب نقول الرؤية تاني معلش لاني اكيد انا مش فاكراها. حضرتك شفتها وهي كشف شعرها في اول السوق، وبعدين دخلنا انا وهي السوق، فبقول لها يا ماما هتعملي قالت هبيع الرز فما بعتوش، فقالت لها مستنيه جوزك هنا، مستنيه جوزك هنا. بقول لها ما اعرفش اللي انت مستنيه، قالت انت عايزاني امشي وهو عايزني استنى، والله ما اعرفش. فاستنيت لاننا واقفين مستنيين، بس هي منقبه وبعدين جايه في اول السوق لابسه كشفه شعرها كده ومسرحها، وانا بقول لها البسي حاجه قالت لي مش مهم. هو شعرها كان حلو لما شعرها كان مطار. حلو كان حلو كان حلو ومسرح كده على ناحيتين. جميل قوي. هو انت بتصلي؟ الحمد لله. منتظمه في صلاتك؟ ايوه. بتدعي لها؟ ايوه. بتتصدقي عليها؟ ايوه. انا شفت في الرؤيه اللي انا جايبه لها خمار بعد ما توفت، وبتقولي ده الخمار ده على قدي واسع وجميل. الحمد لله، ما هي دي الصدقه اللي بتوصل لها، الحمد لله رب العالمين.
بقى كان حصل حضرتك هفكرك بالرؤيه، كان حصل مشاكل بقى، واخواتي ما عادوش بيجوا البيت عند بابا وكده، فحاولت اصلح ما بينهم من الحكايه زي ده، مش عارفه اعمل ايه. وانت كمان مش بتروحي؟ ما هو لو ما لقاني بدافع عن اختي، هي اختي على حقي يعني وكده، فقال لي ما عادش تيجي انت كمان. هتروحي؟ رحت مرتين ثلاثه وكل مره يطردني. هتروحي؟ هروح تاني؟ هتروحي، ماشي. ايه المشكله؟ هتروحي، خليكي معايا، صلي على النبي عليه الصلاه والسلام. على طبعا انت بتحكي عن والدتك، هي زعلانه وتعبانه من اللي بيحصل. ايوه. والدك عصبي جدا، والدك مش طايق الهدوم اللي هو لابسها. ايوه. هو مش فكره ان هو عايز يتجوز، الفكره مش فكره ان هو عايز يتجوز، لا لا مش عايز يتجوز، فكره اللي عاجبه على كده عاجبه، واللي مش عاجبه خلاص كله مزاجه في البيت. ايوه. وعلى صدف الشارع يا دكتوره منى، وقال لنا بره وكده. الايه؟ يعني في قلب الشارع كده، وقال له اختي ديت بره، ومن غير ما تعمل حاجه، يعني مرات اخويا اللي غلطانه فيه، وعشان بفهمه اللي هي اللي غلطت وزعقت في اختي، زعق فيه. حبيبتي حبيبتي صلى على النبي عليه الصلاه والسلام. هو انتوا عايزين ايه غير ان هو يكون كويس وخلاص؟ مش عايزين حاجه والله لما تكون كويس. وعايزين ايه غير ان يكون البيت كويس ومستور ومحدش يسمع له صوته وخلاص؟ الحمد لله. طب ما تيجي نروح نص ساعه نقعد، تشربوا اللي هتشربوه، او تاخدوا المشروب بتاعكم معاكم، وتبصوا له وتبصوا على دماغه، وتاخدوا بعضكم وتمشوا. هو انتوا عايزين ايه؟ ما تتدخلوش في امور البيت. لا والله نتدخل يا ما تقولوش، ما تقولوش لا، انت واخواتك، ما حدش يقول له معاك ابيض معاك اسود، مرات اخويا مش عارفه ايه، ما حدش يكشر في وش مرات اخوكي. لو انتوا عايزين تستمروا وتودوه، لكن لو انتوا عايزين تقطعهم هيبقى عندكم مليون حجه ان انتوا تقطعوا. ماشي. فانت هتروحي. ايوه. وتبصي على جزمته. حاضر. وان شاء الله يضربك بيها، انا اقولها له تاني. تعيش وتنضرب يا ستي. ماشي يا دكتور. فهماني انا هفصلك حاضر، ونورتيني، وانت من الناس المحترمين الجميله. الله يخليك يا دكتور. لو سمحت يا دكتوره منى، في رؤيه تانية شفتها. طيب شفت انا انا ماما جات لي في الرؤيه بعد ما بابا زعق وكده، زي ما كنا عايشه كده، هي مخبيه فيها فلوس كده، قلت لها انا محوشاها فلوس ورق دورين اتنين، وراحت مطلعه دورين، دور منهم والدور الثاني. وبعدين بقول لها ايه ده يا ماما؟ قالت لي ده لك، واعملي زي لما كنت عايشه. هي لما جت وهي في الوفاه ضحكت، وراحت بعد ما كانت ماتت خلاص يا دكتور ضحكت. ما تحكيليش وانا هقول لك. لا مش عايزاكي تحكي لي. ايوه حاضر. فراحت مدياني الدورين اللي هو الفلوس، ابص من الدور منهم هي محوشاه 5 جنيه كله، 5 جنيهات كده. جميلة. والثاني والثاني راحت مدياني ما اعرفش بقى عشرينات ما اعرفش ايه، وقالت لي ده لك واعملي زي بس كده. تعالي بقى استني بقى، ما تقفليش. ولكن سوق اعملي زي. طب استني ما تقفليش، ما تيجي نصلي على النبي عليه الصلاه والسلام. عليه الصلاه والسلام. والدتك كانت هاديه ومطيعه. ايوه. وبتستحمل، حملت اسيه. ايوه. ما كانتش بتشتكي. ايوه. كانت ست، كانت ست محبوبه جدا، البسمه على وشها، مش بتحسسكم بحاجه. ايوه. هي اديتك ده كله قبل ما تموت، انت فيك الصفات الوحيده، انت الوحيده اللي فيك الصفات بتاعتها. ايوه. فعلا طيب. كلهم بيقولوا انت الوحيده اللي فيك الصفات بتاعتها. فانا عايزه اقول لك على حاجه. طب ما تيجي ترجعي ماما تاني في الدنيا من خلالك انت. ها؟ انت مش عايزاها دايما موجوده؟ ايوه. تعالي رجعيها بتصرفاتها وافعالها وكلامها واوضاعها وحنيتها وحبها للي حولها عن طريقك انت. ماشي. يلا ابداي من النهارده، جمعي تاني اخواتك وتكلمي وودي وروحي وصالحي وجمعي الدنيا، لان انت واخده الصفات بتاعتها، فهي بتقول لك كملي المسيره بتاعتي. شكرا ليكي جدا، نورتيني. جميل جميل ان 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 يكون في حد واخد من الام او الاب في الصفات الحلوه، فهي بتقول لك طب ما تيجي تكملي بقى الموضوع بتاعي، تعالي كملي الرساله بتاعتي. معلش استحملي، انت عارفه ان بابا عصبي استحمليه، انت عارفه ان هو مش عارفه ايه استحمليه، اخواتك ما تخلهمش ياخدوا على خاطرهم منه، حاولي انت تروحي له الاول، افتحي الباب الاول، ما توديش اخواتك عشان ما يحصلش مشاكل، ما توديهمش، روحي انت الاول اتدلع عليه، اتدلع على باباكي، مهما ان هو يزعق يعمل اي حاجه اتدلع عليه، يخلي البسمه على وشك، يقول لك ما تجيش هنا اتدلع عليه، اقعدي له بره على عتبه الباب بتاعكم، اعملي اي حاجه، خلي عندك الروح الخفيفه الجميله اللي هي بتسامح. وطبعا ده والدك، يعني اقول لك تسامحي والدك يعني؟ ده غصب عنك. ربنا يسهل لك الحال يا رب العالمين، كملي خليكي زي ما انت ماشيه كده، ربنا يسهل لك الحال يا رب، بس ما توديش حد دلوقتي البيت لحد ما تكوني عملت عمليه تلطيف، لان اللي هيدخل بعديك هيدخل والدك هيشيله على دماغه ويستحمله عشانك انت، فخلي بالك من دي، ربنا يسهل الحال يا رب.
هرجع للي هو بيقول انا راكب الحنطور وبيطلع تفافه من بقه، والتفافه دي بتتحول الماس ابيض وبيلمع جدا، والناس كانت بتجري وتلم الالماس من على الارض الا هو الوحيد اللي ما كانش بيعرف يرجع يلمه او بياخده. احنا عارفين ان الالماس او اللؤلؤ الابيض في البق او بيخرج من البق، هو ده بيدل على القران الكريم وتك الكريم. طب هاخد جنى. سلام عليكم يا جنى. وعليكم السلام، ازيك يا استاذه منى؟ عامله ايه؟ ازيك يا جنى، عامله ايه؟ الحمد لله. والله انا بحبك قوي كتاب الله. وانا والله بحبك يا جنى، نورتيني يا حبيبتي. انت عامله ايه؟ الحمد لله بخير، الحمد لله حبيبتي. انا عندي حلم اقوله لك. قولي يا حبيبتي اتفضلي. انا حلمت قبل كده ان انا كنت يعني جنى بنتي، كنت نايمه حلمت ان قمت يعني انا جديد ان في حاجه خشت في عنا زي عصايه او حاجه كده. وقمت بس كنت متضايقه قوي. اكيد طبعا تزعلي. ايوه. طب نتيجي نصلي على النبي عليه الصلاه والسلام. الصلاه والسلام. هو ده حسد. ايوه ده حسد. ايوه انا حتى سامعه عماله بتكح حايت. لا ده احمد، ربنا يخليه لك يا رب. فلما حاجه تدخل في عينيها فهو بيدل على البنت المنظوره. ايوه ايوه فعلا. فانا عايزه ايه من جنى وام جنى؟ اي انت بتصلي يا ام جنى؟ ايوه بصلي بس مش دايما. في رمضان وتسيبي بقيه الايام، ولا بتصلي فرض وتسيبي فرض، ولا ايه يعني صلاتك شكلها ماشيه ازاي؟ ايوه يعني كده زي ما انت ما بتقولي. لا طب ما ده الحسد هيدخل لك، والمس والسحر. أيوة. والدنيا كلها تبات عندك في البيت. انا حلمت برضو قبل كده حلم ان انا كنت نايمه. حلمت ان انا قريت ايه الكرسي. لا انا بقول لهم ايه، انا جدي كان معاه شيخ اللي انا حلمته. تمام. فانا عايزه ايه الشيخ ده يعني. طيب ام جنى تعالي نتفق على حاجه، انت طيبه وحلوه وكويسه في جنب، محترمه مع الناس ولسانك حلو في جنب، مسلمه في النص، فين الاسلام وفين الصلاه؟ هو فين اللي خلاني بقول لك وانت بتصلي من رمضان؟ يعني انا حاسه انت ما بتصليش من زمان. بتصلي على فترات ليه؟ العيال لخ مني، ايه المشكله؟ هاتيهم جنبك خليهم يعيطوا وصلي. انت عندك بنتك محسوده وانت بتقولي فعلا. طيب ما انا احميها بلا اله الا الله وبصلاتي، وان انا اصلي قدام عيالي، اعمل لها رقيه شرعيه ازاي، احط ايديك على دماغها، اقرا لها قران قبل ما تنام. انت فين من نفسك؟ ما تحصني بيتك، حصني بلا اله الا الله، حصني بالاذكار، حصني بالصلاه، الصلاه اللي انت دلوقتي هتصلي ان شاء الله. يلا ما تتفرجيش عليا وروحي صلي، يلا ما تقعديش، يلا قوم. طبعا صلي واستغفري ربنا عشان ربنا يديلك بناتك، بنتك ويديلك ابنك ويخليهم لك بامر الله، وربنا يستح لك حالك يا رب العالمين. وانت ست جميله وانت بس محتاجه ان زقه من اختي لاختها، وانا بقول لك قومي صلي يلا. هرجع تاني للي هو بحنطور واللي هو اللؤلؤ الابيض. طبعا ده بيدل على ايه؟ هم بيقولوها بالعاميه بتاعتنا واحد ابو لمعه، يعني ابو لمعه يا مدام منى يعني واحد بيتكلم فشار قوي قوي، بيتكلم كتير قوي فشر. انا عندي وعندي 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 وعندي، فناس بتسمعه بتجمع، فناس بتسمعه، بعد ما بتسمعه الناس بتبقى فرحانه بيه، فالعدد بيزيد، الاصدقاء بيزيدوا. ما هو راجل بقى عنده املاك العالم، فالاصدقاء بيزيدوا الا هو الوحيد. بعد ما بيقعد مع نفسه يقول ايه، هو ايه اللي هو انا عندي اي حاجه من دي، هي ناس دي هبله، ويفضل ايه زعلان لانه كان بيتمنى الحاجه اللي بيقولها صح بس ما تزودهاش قوي. يعني استر نفسك، قولي الحمد لله، قولي ان انا الحمد لله رب العالمين قاعد وعايش ومستور وعندي حته ارض صغننه، وما تكونش موجوده، ما تقولش عندي اراضي، ما تقولش عندي فيلل وعندي عربيات وعندي، اصل هما بيصدقوك وانت في الاخر بتكذب. فبلاش الفشر قوي في المواضيع دي علشان ايه، هيبقى شكلك في الاخر مش كويس. وبتتكلم بقى يعني انت عمال تتكلم تقول ايه، انا عازمكم في يوم كذا، وهما بيجوا اليوم انت تهرب، انا هجيب كذا ليكوا هديه يجي اليوم تهرب، طب شكلك هيبقى عامل ازاي؟ انا شايفه ان هو هيبقى وحش، مش عارفه انت هتبقى ايه. ام محمد سلام عليكم. ايوه عليكم السلام. لو سمحت يا دكتوره انا كنت عايزه اعرف ايه يعني الفلوس اللي هي اديتها لي دي في الرؤيه معناها ايه وكده. هي فلوس اديتك فلوس وايه؟ مش والدتك؟ ادتني فلوس خمسات شويه كتير كده، والتانيين ادتهم لي برضو هي زي ما كنت محوشاهم على دورين. يبقى انت كنت سرحانه. عارفه سرحانه ليه؟
ليه؟ لان هي بتحكي لك الفلوس اللي هي بتديها لك، بتقول لك استحملي الكلام اللي انت الدبش اللي انت بتاخديه على دماغك. ايوه بتقول لك انت بتاخدي كلام على دماغك قد كده استحمليه، انت بقى ما خدتيش بالك اصلا. ما خدتش بالك اصل النور كان قطع عندنا هنا انت منوره الدنيا كلها. الله يخليك يا دكتور. فهي انت هتكملي المسيره بتاعتها. ماشي دكتوره. استحملي بقى الكلام ده وروحي. بقولك انا بقولك اتدلعي، هاتي كل اشكال الدلع على والدك، يزقك اترمي عليه، يعيطك ولا كده، اضحكي، اي حاجه في اي حاجه. المهم قفل الباب في وشي وقال لي اخفي ومش عارفه ايه وكده. وماله، اقعدي على الباب، قولي له اضحكي، هزري، قولي انا مستنياك برضو بدل السنه 10 انا قاعده لك اهو. الدلع بتاع البنوتة الحلوة على ابوها. ماشي يا دكتور. ولا انت نسيتي خلاص اتجوزتي كبرتي بقى فما ينفعش. لا لا والله ده هو بتحرك من وسط حبيبتي. معلش حبيبتي معلش، انت حلوة وصبورة. ماشي. وكلنا اكيد بيحصل معانا المواقف دي، ولكن هي بترجع لعقل الواحدة. ماشي يا دكتور. ربنا يستحي لك حالك يا ام محمد يا رب. الله يخليك دكتور. يا حبيبتي نورتيني، شكرا ليك. هرجع اخد رساله ثانيه. بسم الله الرحمن الرحيم. بنتي خالتي مكتوب كتابها حلمت لها ان هي لابسه طرحه فرح على لبس عادي، وكنا مستغربين وامها متغاظه من لبسها وعليها الدوره الشهريه ومفيش زغاريط ولا طبل. عندها 31 سنه والله اعلم، بيدل على فرحه ناقصه في حياتها. هي طيبه بطبعها بس مش واعيه للامور، ما عندهاش ادراك للامور. هي عايزه ايه؟ عايزه نصيحه. وايه؟ عايزه حد ان هو دايما يبشر امورها، بس مش يباشر ان هو يضغط، ان هو يعمل نفسه فيلسوف، لا، ينصح بلطف. يعني انا ممكن انصح واحده بطريقه ادخل النصيحه بتاعتي في موضوع، ومن خلال الموضوع اوصل النصيحه لو هي بتتضايق، ولو انا حابه ان انا انصحها ولو نيتي كويسه. لكن مش انصح ان انا بقى اعمل نفسي يعني فالحه يا ما هنا ويا ما هناك، لا طبعا. فهي محتاجه محتاجه النصيحه، محتاجه ان حد يقف جنبها علشان خاطر ربنا يصلح لها حالها يا رب. بسم الله الرحمن الرحيم. رؤيه تانية بتقول حلمت اني حامل وبكلم واحده بقول لها اني سوف اتزوج عصام والد هذا الطفل. اما واحده تكون حامل وتقول ان هي تتجوز نفس الزوج اللي هو معاه، فهو بيدل على خلفه الولد اللي تشبه ابوه. هاخد دعاء. السلام عليكم يا دعاء. السلام عليكم. عليكم السلام، اهلا بيك استاذه منى. ايوه اتفضلي، ازيك؟ طب معايا بس حلم كنت عايزه اسال حضرتك فيه. اتفضلي. هو انا حلمت ان والدي ان هو موجود، هو اصلا والدي متوفي من 12 سنه. تمام. فهو حلمت بيه ان هو قاعد على طرف السرير ولابس بدله سودا وجرافطه. تمام. عريس يعني. تمام. وبعدين هو قاعد مبتسم كده وبيبص لي، وبعدين كان في نشان زي نشان ذهبي كده وليه اسمه. اسمه هو؟ مكتوب عليه اسمه. تمام. فهو حطه كده على البدله في الجنب وبعدين مبسوط بيها يعني. تمام. فبعدين فانا لقيته مبسوط بيها فقلت له واحدها وانا هخيطها لك في البدله، فمسكت خيط وقعدت اخيطه له في البدله. تمام. فانا كنت وانا بخيطها فزر الخيط كان لون ابيض. فانا بخيط يعني بحيث ان الخياطه ما تبانش في البدله. تمام. فهو اثنى عليا ساعتها. تمام. وبس كده. طيب تعالى نصلي على النبي عليه الصلاه والسلام. عليه الصلاه والسلام. هو انا عندي بيدل على شيخ، حد معالج للامور. بمعنى هو انتوا فيكم عندكم حد لسه ما اتجوزش؟ إيه انا. يلا يا ست مبروك، انت عايزه تسمعيها بقى. طيب ليه بس كده؟ هقول لك مبروك يا رب وربنا يسعدك. عندي شيخ معالج للامور، يبقى انا عندي كده كاتب كتاب. ليه؟ لان البدله هو مناسبه. الحاجه المحفوره بالاسم الذهب هو بيدل على الورقه القسيمه او الكاتب كتاب او اسم فرحه، حد بيكتب انت هتمضي والعريس. هو اسمه ما هو انت، ما هو اسمك. ما هو اسمك يعني الوكيل عن والدك. لان انا عندي الرؤيه الاساس بتاعها شيخ موجود عندي، شيخ حلو، راجل شكله جميل. ايوه ماسك دفتر وداخل عندكم البيت. يلا. طب ممكن في حتم تاني؟ اتفضلي. طبعا. هو انا حلمت ان والدتي جايبه ولد وعايزه تتبناه. جايبه ايه؟ ولد؟ طفل صغير بتاع سنه كده ولا حاجه وعايزه تتبناه. تمام. والولد ده فبقول لها انت اسمه ايه؟ طب احنا هنسميه باسم والده هو ولا والدي انا؟ طب انت جايباه منين؟ فماما ما ردتش على الاسئله دي كلها. فقلت لها يا ماما طيب انا لقيته بقى قاعد على رجلي كده، فهو شكله حلو يعني شعره ناعم وابيض وكده يعني. فقلت لها يا ماما ده شكله بناتي يعني زي البنت. المال الفلوس عامله ايه معاكم؟ الحمد لله كويسين يعني. بتحوشوا ولا لسه ما حوشتوش؟
لسه ما حوشتوش. هو الولد ومجي الولد وتبني الولد، والولد شكله جميل وامره، هو بيدل على المال، على المال الزايد بامر الله. طيب يعني ماما ممكن تعمل جمعيه لجهازك مثلا، ممكن تكون محوشه فلوس، لان ماما واعيه اصلا. ممكن تكون محوشه فلوس على جنب مثلا، لان انت بتسالي بتقولي لها هو انت متبنيه ولا هو ده ابنك، فانت مستغربه. دي بقى هتفاجئكم مفاجاه حلوه، تكون شايفه وتوريها لكم، او يكون ربنا يكرمها بحاجه مش هتقول عليها دلوقتي غير في اوانها ان شاء الله. فهو ده بيدل على رزق عن طريق الام. طيب ماشي. طب ممكن في شويه حاجات بس كده استفسر عنها؟ قولي يا حبيبتي اتفضلي. حلمت برضو يعني قبل كده من كذا سنه ان انا كنت برضو والدي وراكبه معاه في قطر وكده، وبعدين قال لي يعني بصي كان في ناس ورانا قاعدين في القطر، فقال لي فشاور لي كده براسي يعني انا ايه ان انا اروح اسلم عليهم. فقمت ورحت سلمت عليهم، على رجعت يعني فما لقيتوش، لقيت نفسي كأني في صحراء وفيها قضبان حديد. تمام. قضبان سكه حديد يعني. وبعدين في بنت صغيره ماشيه على القضبان. تمام. فهي البنت صغيره لابسه فستان احمر واسمها منى. تمام. وبعد شويه لقيت القطر جه ودسها والبنت ماتت. تمام. بس كده. هو ده انت كنت شفتيه قبل ما توفى؟ لا ده بعد ما توفى برضو كل ده. ما اصل هو ده احداث وفاة. يعني هو ده احداث وفاة، ومونة من الاماني والاحلام والحياة اللي باظت معانا، والدنيا بقت بايخة معانا من غير بابانا. فانت بتحكي على احداث. ايوه ان انت بصي بقى البنوتة الجميلة اللي كانت بتتدلع على باباها، ممكن تكون قريبة من بابا، ف يعني بابا توفى، فماليش نفسي بقى للدنيا وحاسة بنقص في حياتي، فاهمة؟ ايوه تمام. وفي نفس الفترة برضه حلمت ان انا اتخطبت لواحد اسمه سيف الدين خاطر. سيف الدين خاطر. والاسم ده موجود في وداني من ساعتها، يعني من حوالي 5 6 سنين وكنت لسه صغيرة يعني. من 6 سنين وانت عايزة تتجوزي يا جان يا دعاء؟ وانا كنت لسه صغيرة، ما كنتش يعني كنت لسه في دراستي وما كنتش منتبه يعني كده. طب تعال ناخد سيف الدين خاطر. يعني نشوف هو مين ده؟ نشوف هو مين ده؟ طب مش لازم نعرف هو مين ده؟ تمام؟ طبعا والله اعلم ان انت تشوفي الاسم ده، فهو بيدل على ان انت بتحبي الشخصيه الجاده. تحبيش الراجل، بتحبيش الراجل اللي بيخلف في كلامه، او ما بتحبيش المظهر الزايد عن اللزوم غير الكلام. انت من طبيعتك بتحبي الراجل اللي عنده اللي هو شخصيته قويه. ايوه تمام. مش بتحبي يعني اي حد وخلاص، ده من صفاتك وانت صغيره اصلا، لان السيف بيدل على الحده. وسيف الدين فانت عايزة على خلق. وخاطر انت حساسه قوي. طب هنجمع ده كله اقول لك ايه؟ اقول لك انت لو لسه صغيره لا سيبك من الجواز دلوقتي. طب لو سنك سن الزواج، معنى شايفه انت صغنونه اصلا، فانا بشترك ان شاء الله بامر الله بعريس. بس يعني مش تقعدي دلوقتي بقى تستني العريس، لا انت لو وراكي دراسه ولا كده نخلصها الاول طبعا ان شاء الله. وربنا يسعدك يا رب العالمين يا دعاء يا حبيبتي، وربنا يهنيك يا رب. شكرا ليك. يبقى احنا كده شفنا اللي هي بتشوف ان خلفت ولد يشبه الزوج، اللي هي شافت ان هي اتجوزت زوجها، هو بيدل على الولد اللي يشبه ابوه. والله اعلم هتجيبي ولد شبه ابوه بالظبط. انا مدام ام ياسمين، حلمت اني ذهبت عند السايغ واخترت خاتم ذهب جميل قوي. طب احنا هنسيبنا من الكلام اللي بيتقال، دي اول حاجه، انك تروحي للسايغ هو بيدل على الكلام اللي بيتقال، تحبي تسمعيه هنسيبنا منه. تمام. علشان في بشاره حلوه جايه لك، هي الله اعلم ممكن يكون حمل. طب انت لو انسه زواج، اي خبر حلو، شغل، اي خبر حلو. ليه؟ لانك انت هتسيبك من الكلام اللي بيوقف الحال، عشان في ناس كده سبحان الله موجوده لوقف الحال، ان هما دايما بيعملوا لك عمليه ايه؟ احباط. ما تروحيش، كبري دماغك يا شيخه يا مش شيخه، الكلام الفاضي ده كله، فدي عمليه احباط، فخلي بالك. حلمت اني ببكي وبقول حسبي الله ونعم الوكيل كتير على طليقي، الاستغاثه لرب العالمين من ظلم زوجك ليكي، ولكن في رجوع ليكي بالمذله، هيرجع لك بالمذله والله اعلم. اقول لك سامحيني واتصل، لان العيات هو فرج، وان انت بتدعي هو استغاثه، بتستغاث بربنا بالشخص ده اللي هو ظلمك وتعبك والله اعلم. حلمت جوزي المتوفي ضربني ضرب جامد ومسكت دماغه وقلت له بس علشان ربنا يرحمك. حلوه دي. هو شافت ان هو بيضربها ضرب جامد، هي مسكت دماغه وقالت له سيبني عشان ربنا يرحمك. طيب هو ان هو بيضربك
هو دعاء، ضرب المتوفي للميت دعاء، عايز منك دعاء. طيب وانت مسكت دماغه وقلت له بس عشان ربنا يرحمك، افتكريه، تذكريه بالدعوه. على فكره فينا حب ما بينكم، يعني الرؤيه فيها حب ما بينكم انتوا الاثنين، فهو بيقول لك ايه، انا كنت بحبك وانا موجود وكنت بزعلك عادي، ما البيوت كلها بتزعل. طب ايه مطلوب ايه؟ ان انت تدعي له، تتصدقي عليه، تفتكري دايما بالرحمه، ما تنسوش، وعايزك ما تنسوش. رأيت إن زوجي وأولادي بنسكن على السطوح وليس لدينا سكن آخر. أستاذة فاطمة السلام عليكم. عليكم السلام. أهلا بيك، اتفضلي. لو سمحت، أنا ماما حلمت إن هي يعني بتسرح شعرها وبينزل منه حاجات يعني زي حشرات كده وبتموت فيها. طيب وشعرها؟ بس لجوزي. لا استني الاول، شعرها كان كويس؟ اه. ها؟ الو. ايوه شعرها كان ناعم، شعرها كان كويس؟ اه. ايوه. طب وطي بس صوت التلفزيون من عندك عشان تسمعين. طيب بعتذر لك جدا طبعا. ان هو شعرها يكون كويس وحلو وناعم وبينزل منه حشرات وهي بتموتها، هو بيدل على انهاء الهموم. في بعض الهموم عندها، بعض الانشغالات عندها، بتفكر في حاجات كتير قوي ممكن تكون ليكم انتم، هتنتهي بامر الله لان هي بتموتها، فهو انتهاء الهموم من عندها ان شاء الله. لو في اي حاجه تانية حاولي ترجع لنا اثناء الحلقه او بعدها ان شاء الله بساعه، في انتظارك. هرجع للي هي بتقول، شفت ان بنسكن على السطوح وليس لدينا سكن اخر، وكان السطوح كله، مش عارفه كله ايه، هي وقفت لحد كده، ولكن انا عندي هنا بيقول ايه، رؤية بتقول ايه. هو سند الراجل صحته، انا عندي هنا الراجل سنده في الدنيا هي صحته، ودي اهم حاجه طبعا. عندي ان هو ماشي اليوم بيومه، يعني اللي ربنا بيكرمه بيه بيصرف بيه على بيته، ما عندوش مخزون، ما عندوش حاجه لبكره. ده من ملك قوت يومه كانه ملك الدنيا وما فيها، فالحمد لله رب العالمين طبعا ده خير، فربنا يصلح الحال يا رب العالمين. وربنا اهم حاجه الستر، الستر الصحه، دول الاثنين دول هم اهم حاجه، بعد كده بقى كل حاجه بتيجي ان شاء الله. حلمت اني لابسه غوشتين وبعدين صاروا غوايش لونها اسود، بيدل على المكر والخديعه والكذب وقف الحال. طيب هاخد دعاء. السلام عليكم يا دعاء. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ممكن أنا أقول حلم؟ طبعا، بس وطي الصوت من عندك. أنا بنتي كانت حامل ولبينا على بنوت، وهي حلمت راحت اشترت جزر، واحد قال لها خد رمان، قالت له لا انا خد جزر، وخدت جزر كتير على دراعها وخدت وروحت بيه. هي عندها كام سنه؟ نعم. هي عندها كام سنه؟ ده هي حام، هي معاها بنتين وولدت دلوقتي بنوته ثانيه. طب انت زعلانه ليه؟ لا ابدا، ده انا صوتي على كده. طيب بصي، هو الجزر هو بيدل على الضعف، الضعف العام. هي ضعيفه. ضعيفة ولا تخينة؟ لا هي اسمها ضعيفة. طيب يبقى بيدل على الضعف العام، ضعيفة، محتاجة ايه؟ محتاجة غذاء. الموضوع بعيد عن الخلفة خالص. طبعا هتحلل وتشوف نفسها وتبدأ تاخد اي حاجات كده عشان تشد حيلها شوية ان شاء الله بامر الله. ما تخليهاش تهمل صحتها عشان خاطر بناتها، ربنا يخليهم لها يا رب العالمين. يبقى احنا بنتكلم الرمانة اللي ما رضتش تاخده وراحت خدت الجزر، هو بيدل على واحدة مهملة في صحتها. طب دي رسالة، خلي بالك من صحتك. تمام، والله أعلم. شكرا ليكي جدا ونورتيني. رسالة تانية بتقول، حلمت إني لابسة جزمة الاتنين يمين. الجزمتين الاتنين يمين، حلوة جميلة، بيدل على الراجل المخلص لمراته، الراجل اللي هو بطول النهار بيفكر في زوجته، طب لو فكر فيها لو مثلا فاضي بعيد عن الشغل. فاحنا عندنا هنا الراجل المخلص لمراته، والله اعلم. رؤيه جميله ورؤيه كويسه، وربنا يهدي كل الناس ويبقوا مخلصين لبعض. مريم سلام عليكم. سلام ورحمه الله وبركاته. اهلا بيكي، اتفضلي.
انا حلمت ان انا يعني حني هدية ما نحني فيهن، بس لعندي يعني اخر الكوع بس، نقول ما تحنيش يعني جسمي كله بس هدية بس. لا مش فاهمة. انا حلمت ان انا في ناس يعني ما حنولي ان انا يعني عروس وما حنولي هدية ماشي. فما نقول لهم ما تحنوش يعني تحنوش جسمي كله، حنوني لعند اخر الكوع بس، فحنولي هدية بس، ما حنوش هدية ورجلي، حنو هدية بس. جميل حلو قوي. هو انت متجوزة؟ انا متجوزة مطلقة. طب بصي، هو عامة الحنة والحد الكوع هو بيدل على الزواج السعيد، والحنة الناس بتحنيكي وانت بتتشرطي على الحنة، فهو بيدل على ان حد هيرشحك لحد. عامة هي الحنة في الايد للست بيدل على تزيين الامور. طب لو ناس بيعملوا لي هم الحنة بيدل على المختارة، الست المختارة في وسط الناس. يعني ممكن حد يقول ايه ده مريم دي كويسة والله وجميلة، طب ايه رأيك ناخدها لفلان، طب ايه رأيك نكلم فلان عليها، هو ترشيحك، لان دي عندي زواج سعيد. واحدة تكون مبسوطة في حياتها ان شاء الله بامر الله، وخير يا مريم بامر الله، ربنا يعوضك خير يا رب العالمين. هاخد رسالة بتقول بسم الله الرحمن الرحيم. وليد بيقول حلمت اني بجمع نعال ستات كتيرة جدا وبعبيهم في كيس اسود تقيل ولم يراهم احد، واخذتهم الى البيت وشكرا. هو الحلم وحش؟ وحش والله. طب معناته ايه هو وحش؟ يعني فال وحش عليك؟ لا، هو بيدل على الغلط انت فيه، بيدل على مشاكل عندك انت، انت مريض نفساني باين، لان انك بتجمع نعال الستات كلها وبتعبيهم في كيس اسود وبتوديهم بيتك، هو معناتها غلط انت بتغلطه في حق ربنا الاول بعد كده في حق نفسك، علشان عندي اختلاط محرم عليك من بعض النساء وبتحطهم في كيس اسود، فمفكر ان مفيش حد يعرف عنك حاجة. فعندك اغاني كتيرة قوي، حافظ اغاني كتيرة، وللأسف الاغاني بتاعتك بتنجح على الناس الستات اللي انت بتعرفها، فخاف من ربنا، خاف من ربنا، لاني طالما انت كده مش بتخاف على اعراض الناس، فربنا يكشف عرضك حتى لو مفيش عندك ولاية انت. والمفروض هو اصلا اي واحد في الدنيا مش شرط ان دي تكون قريبته اصلا، يعني مش شرط تكون الست دي قريبته، بس ده من دمه، مسلمة زيه، بنت بلده، يخاف عليها، يحطها في عينيه، مش ان هي بقى مش قريبتي خلاص، لا. ربنا يا رب يهديك يا رب العالمين. حلمت ان في شخص بيحرسني بره البيت وكنت مستغربة لوجوده معايا. اتصال. سلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ازيك يا استاذة منى؟ اهلا بيك يا حبيبتي، ازيك؟ انا ام اسلام. نورتيني، اهلا بيكي. ازاي حضرتك؟ عاملة ايه؟ انا بحبك قوي والله. وانا بحبك يا حبيبتي، ربنا يصلح لك حالك يا رب العالمين. انا بس في حلم، حلمت انا بحلم والدي يعني متوفي، بحلم دايما ان هو بيضربني، بيجي بيضربني على طول، يجري ورايا يزعقلي كده، مع ان انا يعني كنت بره دي او كده. طب حلو، وماله يضربك كل مره يجي يضربك؟ انت عارفه معناتها ايه؟ لا. ان دعائك مقبول، انت بتدعي له دعوه خالصه لوجه الله. نعم نعم. انت بتدعي له دعوه خالصه لوجه الله، يعني انت بتدعي له من قلبك. طب معنى الضرب ايه؟ لا دي محبه. ايه؟ الضرب محبه، هو بيوصل لك حبه ليكي. بيجري وراكي بيقول لك انا حاسس باللي انت بتعمليه علشاني. بيقول لك يا بنتي افهمي بقى، وبيقول لك يا بنتي افهمي انا بحبك. طيب في حلمين تاني. اتفضلي. احنا حلمت بضبط الارض مرتين برضو، بس الحلم ده كان من فتره. مره كانت على هيئه، كده جلدها لونه اسود كده وكبيره، بس هي ما اذتني يعني ما اذتنيش في الحلم. ايه اللي جلدها؟ ايه اللي جلدها اسود؟ نعم. ايه اللي جلدها اسود؟ انا بص انا هقول الحلم، لان انا هقول لك كل الاحلام وبعد كده اسمع من ال لا كل الاحلام، لان انا ده انا هاثر على حلم في حلم، يبقى انا هقول تفسير على حساب تفسير. انا كمان مش سامعه خالص الصوت. طب قولي ده، قولي الحلم ده، قولي قولي. حلمت بدبة الارض، هو على شكل يعني بلده اسود كده، هي حاجه كبيره كده ضخمه جدا. وقعدت يعني فتحت باب الشقه لقيتها قاعده جوه كده، فانا اتخضيت من شكلها، وبعدين لقيتها راحت نازله من باب الشقه لوحدها،
وراحت نازله مسجد كده، مسجد يعني في دور ارضي قوي يعني، يعني حاجه شبه بدروم. طيب، هو طبعا الرؤية لما بتتفصل معايا فمش بتجمع معايا خالص، ولكن انا عندي رسالة ان هي دي بيدل على فتن، لكن طبعا محتاجة عشان اعرف ايه نوع الفتنة وشكلها ايه ومصدرها ايه، ببقى محتاجة التأويل كامل، يعني التفسير بتاع الرؤية بتاعتك تقولها لي كاملة عشان اقول التأويل بتاعي كامل. ام اسلام، طبعا احلامك كلها جميلة ورؤياك كلها مبشرة بالخير يا رب العالمين، وبتدينا انذار وبتفهمنا الدنيا فيها ايه. محتاجة ان انت ان شاء الله ترجع لي تاني يا ام اسلام بامر الله، اما دلوقتي اما في على الخط الساخن اللي بيكون على مدار اليوم معاكم ان شاء الله. شكرا لك يا ام اسلام. يبقى احنا هنرجع تاني الرسالة بتاعتنا اللي بتقول: حلمت ان في شخص بيحرسني بره البيت، وكنت مستغربه لوجوده وقلت انا هشكره على سهره عليا طول الليل، والله بيدل على الشده والمحنه، وان شاء الله ربنا يفركها عليك. ليه بقى ربنا يفركها عليكم بسرعه؟ ليه؟ علشان انت بتقول انا هطلع اشكره، انا هطلع اشكره على سهره معايا، فمعناتها ان واحد صابر، صبر على اللي هو فيه، وعشان صبرك على اللي انت فيه ربنا يكرمك ان شاء الله. فهو بيدل على الشده ويتعقبها على طول فرج من ربنا ان شاء الله. حلمت اني لقيت ثعبان جنب الشباك بتاعنا وخدته فيه كيس عشان اموته، والله اعلم بيدل على خصومه مع حد، وانت هتتغلب عليه. الله جميله. ليه؟ انا عندي التعبان جنب الشباك وبيدل على الجار، الشباك بتاعك بيدل على الجار، وانت خدته في كيس عشان تموته. الكيس هو رد السلام، يعني لما اكون عايزه اكسر سم حد، او ان انا شايفه ان حد ده مش بيحبني، ويعني عايزه يبقى في تلطيف للامور، بس ارمي عليه السلام. هاخد اتصال. سلام عليكم. بعتذر طبعا، هو واضح ان في مشكله في الاتصالات من عندهم. طيب، هما كده المشكله عندكم انتوا يا جماعه، يعني كل الناس اللي بتتصل عشان في الاخر بتتصل وتقول لي يا مدام انا مش بعرف نجمع التليفونات، هي المشاكل عندكم انتوا. ربنا بيجيب مشاكل يا رب. خطوطنا مفتوحه دلوقتي يا جماعه، الارقام موجوده على الشاشه، اتواصلوا معانا ان شاء الله، هي المشكله عندكم في الاتصالات. شكرا لكم جدا. يبقى احنا هنرجع للاخ ده اللي هو بيقول ايه، باخده في كيس عشان اموته، هو بيدل على رمي السلام. ارمي السلام حتى لو جارك مش بيكلمك وقاعد وانت ماشي، قول سلام عليكم، لو ما ردش احسن، في ملك بيرد تاني، وانت بتكون خدت ثواب كبير قوي، وربما انت كنت حنن قلبه عليك شويه، او اي تمتص العداوة اللي في قلبه شويه، يبقى انت كده هتجيبه بالليل من غير ما تاخد بالك ان انت اللي صالحته. جميله. ما هي معادله مظبوطه ما بين ما بين الخصومه ما بين الاشخاص وبعضهم، يعني انت حتى هتبقى حافظ كرامتك شويه، وهترمي السلام، قلبه هيلين، وانت ماشي المره الجايه هيرد، المرة الجاية هيضحك، المرة الجاية يبقى فيها صلح ما بينكم. فهي دي خير ان شاء الله. هرجع اخد رسالة تانية بتقول: بسم الله الرحمن الرحيم. اخي حلم بانه ابي جاء له في الحلم وقال له ادفني بالحياة انت واخواتك. هو الاب متوفي وجاي الابن بيقول له ادفني حي انت واخواتك، والله اعلم بيدل على زعل الاب من ولاده. طب ليه؟ قلبهم جامد على بعض. هو زعلان ان هم قلبهم جامد على بعض، فبيقول له خلاص ادفني بالحياه، يعني خلاص موت الجذور بتاعتي وانا عايش عشان انت ترتاح. ودي الرساله دي راحه للاخ اللي شاف الرؤيه، بيقول لك خلاص موت الجذور بتاعتي ليه اخواتك. بطلع فاصل سريع وارجع لكم تاني ان شاء الله، استنونا. ورجعنا لكم بعد الفاصل لتلقي اتصالاتكم وتفسير احلامكم ورؤياكم، ومن خلال الارقام اللي موجوده على الشاشه، ومن خلال خدمه الرسائل اللي موجوده على الشاشه، مستنياكم ومستنيه تليفوناتكم ان شاء الله. هبدا ان انا اخد بعض الرسائل اللي موجوده معايا. رساله بتقول: بسم الله الرحمن الرحيم. دايما بحلم اني بكلم شخص بس ببقى عارفه انه جن، بس الشخص بيتغير. هو الرؤيه منذره فيها انذار ليكي، بمعنى ان انت عندك مشكله، ان لكل بيشوفك بيلاقي ان وشك متغير، مش حلو، مش مقبول، عدم القبول، ما انتش مقبوله للناس اللي حواليكي، خاصه لما بيشوفوكي بيبصولك في وشك. دي مشكله، دي مشكله مرضيه، بمعنى ان والله اعلم ربما يكون عندك مس، عندك حسد، عندك سحر. طب هعمل ايه؟ اصلي صلاه الاستخاره على حالي عشان لو في وقف حال يتعالج بامر الله. محتاجه التزام في الصلاه،
محتاجه اذكار كل يوم تقوليها، محتاجه استغفار ملازم للسانك، محتاجه تتعالجي تتعالجي. ياخد السلام. السلام عليكم. انا مش شيماك. اهلا شيماء، اتفضلي. ازيك يا دكتوره مين؟ ازيك يا حبيبتي، عامله ايه؟ لو سمحت، انا كنت مصليه العشاء وعملت استخاره، يعني ان انا ربنا يكرمني بابني كده. تمام. ولد يعني. تمام. فنمت وحلمت ان ابويا جاي بيبقى قميصين نوم، بيديني اختي بنت الجنود، بيديها قميص وانا وبيديني انا قميص، بيقول لي اختي الاول، بيقول لها نقي اللي يعجبك انت الاول. رحت انا مختاره قميص وعجبني ولبسته. كان لونه ايه؟ مش فاكره كان لونه ايه. وبعدها تاني حلمت ان انا رحت زي محل شنط واخترت شنطه لونها احمر. طب وطي صوت التلفزيون عشان اسالك بس على حاجه، وطي الصوت. طيب ايوه. هو القميص ليكي ولا قميص زوجك؟ قميص نوم. نوم بتاعك انت. تمام. لكن اللون ده هو جايبهم جداد، فبيقول لاختي البنت البنوت بيقول لها اختاري انت الاول اللي يعجبك وبعد كده ادي لاختك الباقي. يعني شوفي ادي لاختك اللي هيتفاض منك انت. والشنطه لونها احمر. فنمت تاني، فقمت من النوم وحلمت تاني ان انا رحت محل شنط واخترت شنطه لونها احمر وشكلها جديد قوي، شكلها طيب. خلينا نقول والله اعلم الشنطه اللي لونها احمر بتدل على فرحه، فرحه في قلبك، فرحه تخصك، بشاره حلوه جايه لك. دي الشنطه لونها احمر. القميصين ان هو يدي لاختك لسه ما اتجوزتش قميص ويقول لها نقي انت الاول، فهو بيدل على ستر البنت، على جوازه البنت ان شاء الله، وبيدل على خلفه للبنت على طول. يعني بامر ربنا يكرمها برضو بالحمل، لان عندي اختيار وادالها هو الاول ان هي تختار هي الاول، وادا الاثنين، فهو بيدل على امرين ملتصقين في بعض. ان انت تاخدي القميص الثاني، فامنيه عندك، يعني انت عندك امنيه زي ما هي عندها امنيه ان هي تتجوز وتتسطر وتفرح وتعيش وتتدلع، انت عندك امنيه. هنا القميص مش جايب لي ولد ولا بنت ولا اصلا حمل، هو جايب لي امنيه. الشنطه الحمراء جايبه لي فرحه، ربنا يبشرك بفرحه حلوه لقلبك ان شاء الله بامر الله. برضو تصلي صلاه استخاره كمان، ومره واثنين وثلاثه، لحد ما تجيبي لي بس رؤيه واضحه الملامح شويه معايا، يعني تكون واضحه شويه بحيث ان انا اعرف ان انا اطلع التأويل منها كويس. شكرا لك جدا يا شيماء. هرجع طبعا الاخت اللي انا بقول ان هي تعبانه او مريضه ومحتاجه طبعا رقيه شرعيه، محتاجه معالج يتقي الله ان هو يعالجها من الامر اللي هي فيه، عشان خاطر لو عندها وقف حال يتشال ان شاء الله. حلمت اني لابسه جلابيه بيضه وبنطلون ابيض، وفي ست بتبص عليا بصه وحشه قوي، والله اعلم بدول على حياه هادئه مخلصه ونظره حاسد مترقباكي، عامله تراقب عليكي، بصالك في الرايحه والجاي، او متتبعاكي عن طريق حد. لكن انت بسم الله ما شاء الله حياتك حلوه وجميله وهاديه وصافيه، وانت حلوه وانسانه كويسه. خلي صلتك بربنا حلوه، خلي الحصن بتاعك الاذكار، خلي الحسن بتاعك لا اله الا الله، عشان ربنا يحميك من العين اللي انت مش واخده بالك منها خالص، والله اعلم. حلمت اني لابسه جلابيه لونها فستقي وماشيه معايا طفله لابسه زيي، وبنتي لابسه جلابيه لونها سماوي. اتصال. السلام عليكم. سلام، ازيك يا استاذه منى؟ اهلا بيك يا حبيبتي، ازيك؟ انا منور. ام نور نورتيني، ربنا يديك الصحه والعافيه يا رب ويكرمك. الله يخليك يا رب، ونفعنا بعلمك يا رب. الله يصلح لك حالك يا ام نور، اتفضلي. الله يخليك. بقول لحضرتك حلمين صغيرين يعني. اتفضلي يا ام نور. انا اخويا سافر. تمام. هو عنده ولاد وسافر يعني، فبعد ما سافر بيوم على طول شفت ان امي وابويا بيعاتبوه، بيقولوا له انت ما سافرتش ليه؟ انت كده عدى عليك يوم اهو ما سافرتش. مع انه هو اصلا كان سافر. وبيعاتبوه. بيقول له انت ما اديك عدى عليك يوم اهو. هو ما سابش فلوس ليهم؟ هو ما معرفش، بس هو اكيد ساب فلوس لاولاده يعني اكيد. لا ليهم هم، لوالدتك؟ لا لا. والدتي او ابويا لا. اصل هي دي معاتبه.
معاتبه ان انت ان احنا كبرناك وربناك وخليناك بسم الله ما شاء الله حاجه مهمه هيت وواقف على رجليك وفي الاخر ما تديناش من جريك. هو فعلا هو فعلا مش مدور على الحته دي يعني. لا هم عندهم حته زعله بقى وسبحان الله ربما يكون هو القريب هو القريب منهم ولكن هو هيزعل منهم وهيزعلوا منهم. ما شاء الله عليكي ما شاء الله عليكي. هم فعلا هو ده اللي هم مهتمين بيه قوي دولنا عنا كلنا. هم هو هيزعلوا منهم ما لا حول ولا قوه الا بالله. ده وابويا كان معاه شنطه في ايده كده فيها فلوس حطها على الارض كده فيها فلوس ياما وبعدين بيقول ده انا هوضب البيت اللي هو بيت ابويا يعني وهشتري مش اساس وحاجات والاخر قلت له طب حقي اديني بقى حق ناشف. يعني انا مش عايزه حقي بقى اساس وتوضيب عنده في بيتهم. قلت له لا اديني حقي ناشف يعني اديني حق فلوس يعني. هو بس هو اصلا البيت موجود ما تقسمش لسه. لا ده البيت هم قاعدين فيه امي وابويا واخواتي. هو عايز يوضب البيت يعني يجيب عفش وحاجات حلوه فقلت له لا اديني انا بقى حق ناشف. يعني هو بصي يا ام نور صلى على النبي عليه الصلاه والسلام هو الفلوس اللي في الشنطه هو بيدل طبعا على كلام انت بتسمعيه وربما بتسمعي مش كلام وحش لا ربما بتسمعي ده بيقولها ده عايزين يعملوا كذا وهيعملوا كذا ويعملوا كذا فانت بتقولي هو ايه ده هم بيجيبوا الفلوس منين ولا هيجيبوا اصلا منين. هتسمعي الكلام ده. طب التوضيبات اللي في البيت هو بيدل على ان والدك والدتك بيفضلوا بيعملوا عمليه تفضيل لبعضكم عن بعض يعني. فعلا والله فعلا يعني مثلا ممكن يكونوا ودي حاجه واضحه جدا يعني كل هو ممكن يكونوا ام نور غلبانه وطيبه وكلام من ده بس لا مش عاجبانه. لا منه. انا من الركن الثاني اللي هو ما انا بقول لك مش عاجبانه ام نور اصل احنا مش بنستفيد منها اصلا هي بتيجي تدينا دروس وتمشي. هم عايزين الاستفاده الماديه. الله يستر عليكي كمان وكمان والله. الله يسترك يا رب. انا فعلا دايما اقول نصايح دايما اقول بس حاسه كده ان محدش بيسمع لي. لا ماما مش هيسمعوا لان الفكره عندهم مش سماع النصايح الفكره عندهم ماديات. فعلا اللي يدينا على دماغنا ونحبوه ونفرشوا الارض ورد ويعملوا الغدا الحلو والمقابله الحلوه. جايه مش بفلوس لا روحي بقى روحي روحي. معلش معلش ربنا يسامحك. الله يفتح عليكي كمان وكمان. الله يخليك. شكرا لك يا ام نور نورتيني. ربنا يصلح الحال. برضه ام واب برضه ام واب مش هنقدر نتكلم خالص خالص ده احنا تحت رجليهم. وربنا يا رب يهديهم يا رب العالمين. وممكن في ام واب بيبقوا شايفين بيقولوا احنا كبرناهم وكده امال فين الخير اللي هم بيجروا عليه يدخلوه علينا وماله وماله ده هم دول بركه الدنيا اصلا الرزق اللي جاي عن طريقهم هم لينا احنا. فطبعا ربنا يا رب يخليهم ويهديهم يا رب العالمين. هرجع اخد اللي هي بتقول لابسه جلابيه لونها فستقي وماشيه معايا طفله لابسه زيي وبنتي لابسه جلابيه لونها سماوي وماشيه معاها طفله لابسه زيها وكلنا منورين قوي. ربنا يجعلكم منورين دايما يا رب. والله اعلم بيدل على الناس اللي دمها خفيف. انتوا دمكم خفيف حلوين وبيدل على الناس اللي عندهم روح المداعبه الفكاهه يعني بيحبوا ان هم القعده اللي هم قاعدينها تبقى لها طعم حلو بخفه الدم بتاعتهم الجميله اللي هي بتهون بتعمل تهوين للامور الصعبه. يعني مثلا ناس بتبقى قاعده في وسط ناس فتلاقيهم مكشرين وشايلين الدنيا على دماغتهم ويا نهار ابيض والدنيا بس تلاقي في حد كده طالع من النص لسانه حلو مسهل الامور قوي مع ان ممكن تكون الامور صعبه بس مسهله قوي وممكن تكون صعبه هو عنده كمان بس مسهلها قوي وبيضحك وبيدعب في الامور وبيعمل تلطيف للقعده. هو انتوا بقى انتوا بتمتازوا بالصفه دي والله اعلم. صفه جميله بيدل على المحبه. صفه جميله بيدل على الاستمرار. صفه جميله بيدل على ان انتوا ربنا بيجعلكم سبب لبسمه ناس ثانيه وتفاؤل ناس ثانيه يبقى دي اسباب والله اعلم. رايت في المنام اني انظر في المرايه وجدت عيني بها شيء غريب. معايا اتصال. سلام عليكم. سلام استاذه امينه. انا ام نور معلش اتقفل عليا عندي لسه رؤيه صغيره. اتفضلي يا ام نور يعني. اتفضلي. بقول لحضرتك شفت ان جوزي متجوز واحده وهي قاعده معانا في الاوضه. وبعدين انا عايزه اوريها ان انا حلوه بقى فبلبس حلو قدامها وكده فنسيت اغطي بقى عندي شعرتين قدام بيض كده نسيت اغطيهم. فبعدين بقول لها انا عندي شعر ابيض اهو بس انا هسفه هعالجه. وبعدين بصيت لقيت جوزي معاها قاعد في الدولاب وهو مخلف منها ولد. وحاطط الولد ده في حجره ولقيته ولد راسه كبيره واقرع كده. اقرع مالوش شعر خالص. الولد ده مخلفه من مراته دي.
بس معنى ايه؟ بقول لها انا شعري الابيض ده انا هعالجه واصبغه. احنا عايزين ندعي الراجل ده دعوه الاول على الصبح يا ام نور. ادعي الجوز يعني؟ عايزين ندعي له دعوه على الصبح الاول. ايه هي الدعوه؟ الله يصحى له ويفكها شويه. ايده تبقى فكه شويه يعني يبقى مصرف شويه. يعني عايزينه يبقى مصرف شويه. اصل هو بص ان هو يتجوز واحده تانية ويجيبها معاك في اوضه النوم، هو معاك ان شاء الله بامر الله، بامر الله فرج من ربنا عليه وتوسيع على حاله. فرج عليه ربنا هيفرجها عليه وتوسيع يعني. ان 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 هو ان انت بقى عندك شعرتين بيض، فانت يعني عندك هم ومهمومه، فانت انا عندي فعلا شعر ابيض قدام كده. وتروح لكل اللي عندنا شعر ابيض وحد فينا صغير يعني. لكن هو المشكله الشعر الابيض فبيدل على الهم وبيدل على الوحده العاقله، بس بيدل على الوحده اللي هي محتاجه ان هي تقول ايه يعني. اصل انت بتقولي لها بصي انا انت عايزه تداري شعرتين البيض، معناتها ان انت بتقولي له هو مش العروسه بقى. أيوة بتقولي له هو ايه؟ يا عم يا سيدي الله يخليك له. طب ليه انت لو شايل حاجه قول لي يعني، انت لو في فلوس معاك زياده قول لي يعني. طب ما احنا محتاجين حاجات. طب انا كمان بصرف. في غموض شويه، في غموض. انا كمان بصرف يعني. طب ما احنا نحط ايدنا على ايد بعض. طب يا عم ورينا الله يخليك، ربنا يهديك يا رب. لان في الاخر في ولد في الدولاب والولد اقرع. هو قاعد في الدولاب وحاطط الولد الاقرع ده في صدره. انا حتى مستغرب يعني. لا هو بيدل على مال. مال؟ شكله محوش يا منور. يا رب. يا انسان. طب بتقول ادعي له ليه؟ ان يصرف شويه يبقى سخي في بيته. فعلا. فربنا يا رب يديله الحال عشان النهارده بقى كده يبسطك ويديك المرتب بتاعه كله ان شاء الله. ربنا ينور بشرتك وما يحرمناش منك. الله يخليك يا حبيبتي، نورتيني يا ام نور، انت من الناس الجميله. شكرا لك يا ام نور جدا على ذوقك في الكلام، وانت ست محترمه جدا، نورتيني ودايما تنوريني يا رب. هرجع اخد اللي هو بيقول رايت في المنام اني انظر في المرايه وجدت عيني بها شيء غريب، فاقتربت من المرايه وجدت عيني تحولت لحديد. ارجو التفسير والله اعلم. اما حد يبص في المرايه هو بيدل على حاله، في حد نظر على حاله وعلى اهل بيته. تحولت حديد. هو بيدل على هتك ستر. من مين؟ على اهل بيتك. من مين؟ ممكن تكون منك وانت مش واخد بالك. ازاي؟ ممكن اكون قاعد مع حد بتكلم على زوجتي بقول فيها اشعار، فبخلي واحد مريض يسرح. انا بخلي المريض ده يسرح في زوجتي. والله اعلم. هرجع لك بعد ام احمد. سلام عليكم يا ام احمد. عليكم السلام. اهلا. اتفضلي. لو سمحت، انا حلمت بوالدي ووالدتي. انا حلمت بوالدي بيديني فلوس فكه وفوق 100 جنيه. تمام. يعني احنا رايحين ووالدي كان في ميت وفي ناس نايمه على الدكك وكده، والناس نايمه ميت ولقيت والدي بيديني 100 جنيه وفلوس فك، وجات زوجي قال لي ما تاخديش الفلوس دي. علشان خاطر والدتك ما اعرفش قالت عليه ايه كلام. وبعدين ايه؟ قال لي طب اديني الفلوس دي، اديتها لزوجي وخدها وقال لي رجعها له تاني. جات والدتي قالت لي، خلت جوزي مشي وقالت ده هو قال كلام، هو اللي قال لها رجعي الفلوس. قلت لها لا ما حصلش، هو انت كدابه وهو ما حصلش الكلام ده، ما قالوش. انت بتقولي لمامتك انت كدابه، هو ما حصلش ما قالش. ايوه هو لا ده انا عايزاكي ترجعي لي بقى. طبعا هو الرؤيه فيها مشكله، الحلم بتاعك فيه مشكله. في مشكله من راجل. وفي كلام جه هنا من هنا وكلام جه من هنا. بس انت واقفه مع جوزك شويه، مش عشان انت بتقولي لوالدتك انت كدابه، لا، ان انت في بعض الامور في الدنيا كلها، لان الام هي الدنيا، بعض الامور في الدنيا كلها دايما مغفله عنيكي، قافله عنيكي عنها في سبيل ارضائه. في بعض الامور لا، ما ينفعش ان الواحد يسكت فيها، اتكلمي اتناقشي، ولكن نقاش حلو خفيف لذيذ. هرجع زي ما كنت بتكلم في الاول خالص، ما تبقيش انت قاصده ان انت توجهي رساله جامده وتتامري، لا. انت حتى لو زوجك شايفه ان هو يعني شايف نفسه ان هو صح في بعض الامور وهو اصلا غلط فيها، وانت مستشعره ان هو غلط، كلميه، اقعدي اتكلمي معاه، وحاولي تجيبها له بطريقه حلوه. يعني اكيد اي زوجه في الدنيا عارفه مداخل المدخل بتاع جوزها،
تعرف تدخل له منه بحيث ان هي توصل له ان انا مش بتحكم فيك، انا مش بفرض عليك رايي، انا 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 الف مليون انا في الحياه الزوجيه. هاخد اتصال. السلام عليكم. ايوه عليكم السلام ورحمه الله وبركاته، ازي حضرتك؟ الحمد لله رب العالمين يا حبيبتي، اتفضلي. بصي انا عندي حلمين ممكن اقولهم لك؟ طبعا اتفضلي. بصي اول حلم انا كنت حامل بعد 15 سنه اول حمل يعني، وبعدين ايه كان بيجيلك احلام وحشه، فانا فيهم حلم يعني انا فاكره انا كنت في بحر وبعدين في صخر كده، فالصخر ده انا قاعده نط عليه من كل صخره للتانيه من كل صخره للتانيه، ففي واحد قريب جوزي انا اصلا مع يعني انا عارفاه بس مش من قريب ليا، فهو بينطي معايا فهو وقع في الميه اسمه احمد. تمام. فانا رحت جايباه من الميه كده من هدومه من ورا من ظهره بحسبه مات، فهو قال لي لا انا صاحي. تمام. ورحت مطلعه بره على الشاطئ بس. تمام. الحلم خلص على كده. هو انت بتحلمي الحلم ده على اساس ان انت كنت حامل؟ بتقولي حامل؟ انا كنت حامل وعملت جهاز الحمد لله اول امبارح، ما كملش الحمل. الحمد لله نعمه، الحمد لله رب العالمين. الحمد لله. الحمد ده كنت شايفاه امتى بقى؟ ايه؟ الحلم ده كنت الحلم ده الفجر. ايه؟ قبل الفجر. قبل الفجر انا شايفه الرؤيه دي قبل الفجر. طيب وفي الاخر عملت ايه؟ لا وفي الاخر عملت ايه بعد ما فضلت تنطي عملت ايه؟ ما وقعتش، انا اخدت بقى لما لقيت بيغرق انا اخدته من ظهره كده من هدومه طلعته على الشاطئ بره، فانا بقى زعلانه عليه قال لي لا انا ما متش، بس هو اسمه احمد. الحمد لله رب العالمين. احنا فعلا كان نفسنا نجيب بابي نسميه احمد. وان شاء الله هتجيبي احمد بامر الله، لان انا شايفه ان الرؤيه بتاعتك حلوه، الرحم بتاعك كويس. انا الحمد لله ما عنديش اي مشكله الحمد لله. لا ما انا هحكي لك بقى، انت مش هتحكي لي على حاجتك، انا احكي، انت تقولي الحلم وانا بقى ادخل في حلمك. أيوة. واحكي براحتي. ايوه. هو بيدل على رحم حلو كويس قوي، بيدل على صحه حلوه الحمد لله رب العالمين، بيدل على ان انت في عطيه من ربنا ليكي حلوه، ان انت مش بتاخدي ادويه كتيره قوي في حملك الحمد لله. انك تنطي من مكان لمكان 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 في البحر، وفي الاخر احمد كان هيقع وانت تمسكيه، فبدل على عطيه احمد ليكي فعلا، ربنا هيديك احمد فعلا ان شاء الله، لان انا عندي مراحل، فالمراحل هي المرحله اللي اخر مره اللي هو الاجهاض ده ان شاء الله بامر الله. بامر الله يعني معلش. ايه ان شاء الله. في حلم تاني معلش. طيب. بس مهتميه بيه جدا بقى. اتفضلي. يعني على طول احلى من جوزي بيتجوز عليا على طول. ما انت عشان كده بتقولي مهتميه بيه قوي. بجوزي انا مهتميه بجوزي جدا جدا. وهيتجوز يعني؟ يتجوز مبروك. لا ده هو اصلا مشكله عنده جدا جدا، فانا خايفه اللي هو يتجوز عليا على طول بقى، اشوف اللي هو بيتجوز عليا. طب ما يتجوز هتعملي ايه يعني لو اتجوز؟ ما يتجوز. بصي. لا ما يتجوزش. لا. طيب ربنا يهنيك ويسعدك، صلى على النبي عليه الصلاه والسلام. عليه الصلاه والسلام. ان انت شايف دايما بتشوفي الجواز انت عشان بقى تعرفوا الراجل لما بيتجوز في الاحلام حلو ازاي، لكن في الواقع طبعا مش عارفه بقى دنيتك فيها ايه. لكن ان هو يتجوز عليكي في الحلم يا الف نهار مبروك. انت تصحي من النوم تصحي من النوم وتقولوا له اتجوز مليون مره في الحلم، لان الجواز في الحلم معناتها فرج على الراجل في ماله وصحته وحاله. ايوه. لانه بيتجوز واحده جديده. الحمد لله. وانت عارفه ان الجديده لها شنة ورانا زي ما بيقولوا. ايوه الحمد لله. هو ده بيدل على انا برضه مش قديمه قوي. ايه؟ انا برضه مش قديمه قوي. ما هنعمله بقى، ما انت اللي شايفه ان هو بيتجوز اهوت، معناتها ان انت بقيتي قديمه بقى خلاص. لا 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 يعني هو كده يعني الحلم ايه كويس؟ لا مش هيتجوز، وبيحبك جدا ونفسه يسعدك وبيحاول ان هو يعمل لك حاجات ترضيكي. ان شاء الله. يلا بقى بص حاجه ثانيه اخيره معلش. طبعا اتفضلي. بصي خالي وابن خالي ميتين متوفيين. تمام. كنت انا عامله حقن مجهري، في عملت امره في شهر 2 وجيت في شهر 5 عملت حقن مجهري، ما حصلش نصيب، كنت برضه يعني نايمه ان انا استنى حمله وكده، فلقيت خالي جاي لي في البيت عند ماما وابن خالي، خالي عاطيني فلوس كتير في ايدي وراح بيسني وحاضني، وابن خالي سلم عليا كده برضه وراح معطيني فلوس في ايدي، بس فلوس كتير معرفش هي قد ايه، وبعدين بقول لهم انتوا رايحين فين؟ قال احنا ماشيين بقى، ولفوا كده وراحوا ماشيين، معرفش ايه الرؤيه دي بقى. بس سلموا عليكي وبصوك يعني في مباركه، انا عندي مباركه. مش عارفه. مش هما بيقول لك بيسلموا عليكي؟ جايبين لي فلوس كتير، وعلى طول لما اعمل حقن مجهري اشوفهم، خالي ده عنده 2 متوفيين شباب، اشوف الشباب دول دايما معايا، رايحين معايا للدكتور، زعلانين كده مش بيكلموني، لا زعلانين خالص. والمره دي المره دي زعلانين؟ لا الحمل ده ما شفتهمش نهائي، لكن في الحقن المجهري في شهر 5 لا، اما كانوا معايا
هما عادي، الابن خالي وابن خالي ده كان عادي، بس انا عندي ابن خالي مات في اول السنه برضه شاب كده الله يرحمه، فهو برضه يجي لي برضه دايما يروح معايا للدكتور اشوفه معايا عند الدكتور اشوف ان هو كده في مكان عادي. انت عارفه ما بيقولك دايما ليه؟ ايوه علشان دي حاجه في علم الغيب، الحمل اللي انت بتجري فيه بيه ده حاجه في علم الغيب، فهم بيجوا يقولوا لك سلمها لله يعني ما تقلقيش. نعم. وفي نفس الوقت انت ايه عندك حاجه 20؟ انا عندي 29 دلوقتي. 29 صح؟ ايوه. ده انت طلعتي صغنونه اهوت. طيب. لا عندي 29. لان الاعمار اللي انت بتتكلمي دايما الشباب لما بيقول لك فهو بيدل على العشرينات، فهم بيدلوا والله اعلم والله اعلم على ان ربنا يكرمك بدري. يعني المرحله دي لو عدت في مرحله تانية على طول وراها ان شاء الله في حمل بامر الله، عشان عندي بشرة. انا بقى ببشرك دلوقتي انك هتتصل ان شاء الله بينا المره الجايه تقولي لي يا مدام من انا حامل، فاحنا ان شاء الله ربنا يجازيك كل خير يا رب. شكرا يا حبيبتي نورتيني، شكرا ليكي جدا، شكرا ليك. هرجع اخد الرساله. هرجع بقى الاول ده الاول عشان انا باخد من التفسير حكايه وقصه ونصيحه وموضوع حلو. يعني اللي هو بتاع العين اتحولت حديد في المرايه هو بيدل على ان انت ممكن من غير ما تقصد بتبقى قاعد فرحان بزوجتك قوي او قاعد فرحان باختك قوي او بنتك قوي، فبتتكلم مع حد صديق ولا حاجه، ما احناش عارفين هو ده ايه، ده صاحبي والله وحبيبي وقريب مني على راسنا، بس مش عارفين قلبه من جوه فيه ايه. حتى لو مش هيأذي بالكلام، السرحان ساعات ناس لما تيجي تحكي الناس على حد بيحبوهم وقريبين منهم تلاقيهم ان هم بيسرحوا معاشوا القصه معاك، يعني هو رايح ينام ولا رايح ياكل ولا رايح يشرب بيهيئ لنفسه الحكايه اللي انت حكيتها له فبيدخل فيها بيعيش فيها، يبقى انت سبب في افساد قلبه من ناحيه اهل بيتك، فخلي بالك وربنا يسلم يا رب العالمين. ام ملك سلام عليكم يا ام ملك. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. ازيك يا استاذه منى؟ ازيك يا ام ملك نورتيني. الحمد لله نورك يا استاذه منى. حضرتك معلش معايا كام رؤيه كده. اول رؤيه ان انا والدي المتوفي يعني شفناه الحمد لله في كده رؤيه انه كويس وحلو يعني تمام، بس شفته يعني من حوالي يومين كده، بس كنت اضطري للاستخاره على فرق عايزين نشتريه وكده. فانا شفت حاجات كثيرة خالص يعني بس مش فاكرة منها غير الحتة دي بتاعت والدي يعني. اللي هي ايه؟ حضرتك شفته كأنه يعني تعبان كده او يعني دايخ كده او هزلان كده، موجود قاعد على دكة او على كنبة، فزي ما يكون بيصلي بالليل يعني دايما بيصلي صلاة ليل يعني، وانا جنبه كده فحسيته هيدوخ وهيوجع يعني مسكته، فبعد كده زي ما يكون بعد مشي من على الكنبه دي وراح الصاله وكان اخويا موجود يعني، فانا مسكته يعني وشلت ابويا ده، بس كان وزنه يعني خفيف زي ما يكون عيل ليه 6 سنين 5 سنين كده يعني، شلته على ايديا الاثنين ووديته على الكنبه بتاعتي يعني بس مش فاكر. وكمل الصلاه بتاعته ولا ما كملهاش؟ لا مش فاكر بالظبط صراحه. طب هو انتوا الشقه اللي انتوا هتشتروها انتوا معرفين الكل بيها ان انتوا هو؟ لا مش الكل يعني، في ناس عارفين يعني ناس المفروض ان هي ما تعرفش مثلا ان انتوا هتشتروا حاجه؟ لا احنا بنحاول يعني نداري على الموضوع، بس في ناس تعرف يعني. اصل بصي يا ام ملك، صلى على النبي عليه الصلاه والسلام، ان انت تشوفيه بيصلي بالليل فهو بيدل على الكتم الامور، هو بيقول لكم الامر كويس والشقه كويسه، بس ما تتكلموش ما تحكوش، لان في الاخر انت لقيتيه مهزوز، فمهزوز معناتها ان انتوا نفسيتكم بتتكسر من يامه الحاجه قبل ما تعملوها، بتلاقوا نفسكم فرحانين قوي 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 رايحين الحاجه، بعد كده تلاقوا ان انتوا اتغيرتوا منها مره واحده، عشان ممكن الموضوع ما يتمش يعني. لان في الاخر انت شلتيه وكان خفيف ومهزوز ورحت نمتيه على الكنبه، هو بيقول لكم بيديكم نصيحه، الامر كده مش مرتبط ان انا اخد الشقه ولا لا، الامر مرتبط ان هو بس بيديكم نصيحه صغيره، اجتموا على الامور بتاعتكم ما تتكلموش فيها، يعني اللي يروح يتفرج واللي يروح يدفع بعد كده ان شاء الله حتى تعملوا فرح حواليها، علشان انتم بتتنظروا ممكن انت تبص للامر بتاعك وتحسدي الامر بتاعك اصلا توقفيه.
طب وحضرتك يعني كده الشقه ان شاء الله فيها خير لينا؟ هي الشقه حلوه بس مش مرتبط بيها يعني. انا شايفه هو بيقول لكم نصيحه، هو بيوجه لكم رساله، بيقول لكم ما تحكوش بقى على اي حاجه تحصل لكم، حاولوا ان انتوا تلموا اموركم شويه مع نفسكم. لكن مش جاي لها على الشقه، ولكن عندي الصلاه، فالصلاه خير. فان شاء الله بامر الله رب العالمين ربنا يا رب يجعلها فتحه خير عليك يا رب، واول ما تاخدوها ان شاء الله تتوكل على الله. طبعا عايزين رؤيه شرعيه فيها قبل ما تحطوا رجلكم فيها، وربنا يصلح لكم الحال يا رب العالمين. وما تحكيش يعني، حاولوا ان انتم ما تحكوش لحد بس ما تتملكوها، وبعد كده يا ستي اعملي عزومه فيها بقى، واعملي اللي انت عايزاه فيها ان شاء الله. ربنا يصلح لكم الحال يا رب العالمين ويجعلها خير عليك يا رب انت واهل بيتك. هاخد رساله معايا بتقول بسم الله الرحمن الرحيم. حلمت بكلب اسود كبير دخل شقتي ودخل غرفه ودخل غرفه غرفه. طبعا اما بتشوف الكلب الاسود ودخل غرفه غرفه ومعناتها صحبه السوء، بمعنى بس السوء اللي هو ضعيف، مش يعني مش الجامد يعني، عداوه وحد مش كويس بس ضعيف يعني ملوش لازمه. بمعنى اني انا بدخل واحده بيتي وبعملها معامله حلوه قوي وقال لها كل اسراري. طب وما دام انا مش الكلب الاسود هنا انت او القطه السوداء ده جن؟ هو انا لما واحده تحسد حياتي هو ايه الحسد؟ طب ما هو جن وانت دخلتها اوضه اوضه فهو كشف اسرار. هو الجن هيكشف اسرارك؟ لا، يبقى انا عندي مشكله جايه من يمه واحده. الواحده اللي دخلت بيتي مش المقصود اوض، المقصود ان انا ببقى قاعده معاها بحكي على جوزي، على عيالي، على امي، على ابويا، على اخواتي، بحكي على اسرتي، بطلع اسراري. فبملكها زمام اموري، بعد ما بملكها زمام اموري برجع اعيط لان بلاقيها بتتدخل في حياتي بشكل مش حلو. السلام عليكم. وعليكم السلام، من فضلك عندي حلم ممكن احكيه لك؟ طبعا اتفضلي. انا حلمت ان في واحد ما يديني كيس لحم وعيش كده وطعميه كتير، بعدين الف هنا وبعدين بس كده يعني. انا كنت كاشفه على الحمل وفي نفس الليله دي حلمت بها الحلم ده. بيديك لحمه؟ ايوه. طعميه؟ ايوه وعيش. وكلتيهم؟ ايوه خدتهم. قال لي خدي ده لروحيهم وتعالي. انا كنت هاكل عندهم كده يعني، فقال لي خدي ده لروحيهم بيتكم، وانا خدتهم وروحتهم بيتنا وانا فرحانه بيه. طيب ما هو مبروك بقى يعني كده. ايه يعني؟ ان شاء الله مبروك يعني. ان شاء الله الله يبارك فيك يعني. ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله تتصلي بينا وتقولي لنا الحمد لله رب العالمين ربنا رضاني. الله يخليك يا رب. يعني كده بشرى طبعا كنت. هو بيقول لك خد الاكل يعني خد البشاره، هتاخد البشاره من عند الدكتور او من عند الدكتوره وتقول لك روحي، يعني الامر في رحمك يعني، الموضوع موجود عندك يعني كده. الحمد لله ربنا يدينا. ربنا يا رب يديك يا رب العالمين. بس انا عايزه منك حاجه صغيره بقى. اتفضلي. عايزاكي تخرجي صدقه. يعني طلعي اي حاجه، اعملي اكل وزعيه، طلعي فلوس بسيطه عشان ربنا يديكي، عشان انت جايلك في صوره اكل. ايوه. بس ما تطلعيش طعميه، ما تروحيش بقى تطلعي طعميه وتسيبي اللحمه. ما اصل انت هتمسكي في ما اصل انت هتمسكي في الاكل بقى، هتروح عند الطعميه وتسيبي اللحمه. ماشي. لو الدنيا كويسه والظروف ميسره اعملي حاجه لاهل الله، او طلعي فلوس تكون الناس محتاجاها، ادي لهم احسن الفلوس هما يتصرفوا. طيب شكرا ليك. ولو في اي حاجة تانية تواصلي معايا على 1744 وتضغطي رقم 2، معاكي على مدار اليوم باخد تليفوناتكم او من خلال دلوقتي الاتصال دلوقتي على الحلقة. شكرا ليك جدا وربنا يديك يا رب العالمين. يبقى احنا كده خلصنا من ليه الكلب الاسود ده اللي هي شافته في شقتها. معروف ان الكلب الاسود الكبير ده بيبقى جن في اكتر الاحلام وبيبقى فيه مشكله في اكتر الرؤى بتاعتكم وكده، لكن انا عندي هنا حد بيفتش على امور حد من خلال التفتيش اللي بيفتشه فبيبوظ لي اموري بعينه، والله اعلم. معايا اتصال. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. ازي حضرتك؟ كل سنه طيبه. وانت طيبه، اهلا بيك، اتفضلي. بقول لحضرتك جوزي شاف الحال ان اخوه عنده عربيه بس في عجله منها رايحه. تمام. يعني زي الحكومه هي اللي شالت له الحجر ده. فبيقول الحكومه هي اللي شالت له الحجر ده. يعني جوزك شاف لاخوكي ولا اخوه؟ اخوه هو. ان العجله بتاعت العربيه بايظه؟
فقلنا عنده عربية بس ناقصة عجلة، فإن الحكومة هي اللي شالت له العجلة دي، وأخوه ده عايز يشاركه في حاجة. حاجة قانونية؟ لأن كده حاجة قانونية وهيسجلوها وحاجات من دي. لا، أخوه عايز يفتح مشروع وعايز يشاركه فيه. ما دي مشاركة. هو مش عقد وهينكتب وهيتسجل؟ طبعا. خلاص، هو معناته يتوكل على الله. طب والعجلة المخلوعة دي؟ ما هو العجلة هي تكملة فلوس. هو محتاج فلوس عشان يكمل. ما دي تكملة فلوس، لان في الاخر الحكومة اللي اديتها له، معناتها انا احط فلوس وقدام الفلوس. الحكومة اخدت العجلة من العربية. خدتها ولا رجعتها؟ لا مش رجعتها. امال ايه؟ العربية ناقصة عجلة. ما هو لو 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 الحكومة خدت العجلة وما رجعتهاش، لا يبقى ما فيش شراكة. لو الحكومة خدت العجلة ورجعتها يبقى في عقد هينكتب هيتسجل، يبقى في شراكة وتكملة مال. فارجعي لي تاني عشان تقولي بس صح، واديك التفسير الصح اللي ان شاء الله وخير يا رب العالمين. هاخد رسالة بتقول: بسم الله الرحمن الرحيم. ركبت مع طليقي باص وظهرت عورته وسترتها بطرحتي، ويقول لي استريني، ولا اعلم، بدل على احوال مكشوفه لي. وانت بتبع كويسه واصيله، وانت اصله محترمه. انت تسمع عليه كلام من الناس، وهتسمع حكايات من الناس عليه. هاخد اتصال. سلام عليكم. منى. عليكم السلام. انا حضرتك، هو شاف ان العربيه، هو زعلان ان الحكومه اخدت عجله من العربيه، وان العربيه ناقصه عجله. لا، يبقى خلاص، يبقى كده مفيش شراكه. الحمد لله. يبقى كده مفيش شراكه. المشروع ده كويس ولا لا؟ ليه؟ يعني المشروع ده معنى كمان العربيه لا، ما انت شلتي لي عجله بقى. هي العربيه تمشي من غير عجله؟ معنى كده المشروع ده مش كويس. وقفي لي بقى الموضوع. لا، ما اصل العربيه موجوده، هو كيان. طب مفيش عجله، امر واقف، الحكومه خدتها، في اختلاف. هو عايز فلوس يكمل، عايز جوزي يكمل له. لا خلاص بقى، لا كده خلاص، كده مش هيبقى فيه الموضوع ده. هيعمل قلق ما بينهم، وهيعمل بعد ما بينهم. طب انا شفت ان واحد زميلنا في الشغل، هو اللي ماسك شؤون العاملين وكده، معاه ميداليه في ايده، وبصيت لقيت معايا انا برضو ميداليه بتاعته هو كمان، يعني ميداليتين اهو. فبعدين رحت له قلت له: خد، انا معايا المديك بتاعتك اهي. انتوا مع بعض في الشغل؟ طيب، هو انت بتشكري فيه يعني؟ اصل الميداليتين معاكي، فانت بتشكري فيه. لا، ميداليه واحده معاه وواحده معايا، فانا بقول له: خد، ده في واحده كمان معايا بتاعتك اهي. ما اصل دي شكرانيه فعلا. هو ده شكرانيه، ان انا بشكر في الشخصيه دي، والشخصيه دي كمان بشكر فيها، واحنا الاثنين طول النهار بنغني على بعض ونشكر في بعض. فهو ده المفاتيح دي حاجه كويسه يعني؟ لا، هو بصي هو ايه، اتنين قاعدين قدام بعض على المكاتب موظفين، يقول لك: والله انت اللي هنا واللي هناك، ده لولا الشغل ماشي بيك، وانت تقول له: الله يخليك، وانت هنا اللي انت هناك. اما شوف ان انا على طول حد بيديني مفتاح او بلاقي مفتاح. ده لا، المفتاح ده قرار. قرار. المفتاح قرار وفعل وفرج من ربنا. فهمتي؟ شكرا قوي يا حبيبتي. شكرا، الله يخليك يا رب، ربنا يصلح لك حالك يا رب العالمين. هرجع للرسالة اللي موجودة معايا. رسالة بتقول: بسم الله الرحمن الرحيم. اللي هي بتقول شافت عورة طليقها باينة، وهي بتحاول تسترها بالطرحة بتاعتها. ربنا يسترك ويراضيكي ويغنيك يا رب العالمين عن اي حد في الدنيا. هو بيدل على الست الاصيلة المحترمة الكويسة، اللي هي عارفة عيوب الراجل اللي كان معاهم، مع ذلك بتستره بالكلام، ومع ذلك لما بتسمع عليه كلام من حد، لا بتقول لهم: لا انتوا غلطانين، وبتراجعهم، مش بتسوق على الكلام، مش بتنتهز الفرصه وتتكلم هي كمان، لا خالص. ست جميله جدا، سابته بالمعروف، وهو بعد عنها بالمعروف، وبتستره بطرحتها. طرحتها يعني العشره اللي كانت ما بينهم الاثنين، عامله حسابها جدا، ودايما بتذكره بالطيب. ده حاجه جميله جدا، وبيدل على الاصل. صاحبه الرؤيه بيدل على ست اصيله، والله اعلم. هاخد رسالة بتقول: بسم الله الرحمن الرحيم. انا شفت من يومين اني في الحمام، ولقيت بيض مدفون في الارض كتير وطلعته. والله اعلم، الحمام بيدل على نهاية الفكر ونهاية الالم ونهاية القلق. ولقيت بيض كتير مدفون. هاخد منى. سلام عليكم يا منى. السلام عليكم. عليكم السلام. سمحت حضرتك، انا حلمت اني
عمي شكله غضبان عليه في الحلم كده ويقول لي هتكوني طالق زي طبنا، وهي اختي يعني مطلقه في نفس الوقت. انت شفتي اختك بتقول لك هي متوفيه؟ لا، عمي بيقول لي، عمي غضبان عليه بيقول لي هتكوني طالق زي طبنا، وهي طالق يعني هي مطلقه. بس كده. والنهارده احلي اختي برضه حلمت ان في واحده مفسره احلام بتقول لها ان انا احنا الاثنين يعني واحدة فينا ياخدها مدرس وقالت له ان شاء الله انتوا الاثنين ربنا يكرمك. طيب بصي، حتة ان انت طالق، ان هو بيقول انت طالق زي فاطمة، هو بيدل على افتقار الحسنات، افتقار الحاجات الكويسة. ايه يعني الافتقار؟ يعني معناتها والله اعلم ان مفيش رصيد كافي لكم عند الناس اللي حواليكم بالمعاملة. الرصيد هنا مش موجود، ما عنديش رصيد انا في قلوب الناس. وان واحد طب قولي عايزه تسالي تقولي عشان اجاوبك. ها حضرتك يعني حلم اختي ان هي في واحده مفسره احلام متجوزه. ما انا هقول لك هو انتوا الاثنين مش متجوزين؟ طيب هي الروايه الثانيه مفسره، فهو بيدل على امر واقع ان شاء الله بالتزويج بالفرح. لان اللي بيشوف مفسر احلام في الرؤى بيقول له على حاجه فهي واقع صح، ان ربنا يبشركم ان شاء الله بالفرح. بس انا هرجع بقى للاولانيه عشان تديني الثانيه. هرجع اخد من التفسير الاولاني من الرؤيه الاولانيه عشان تديني تكملي الثانيه. يعني انا عامل ايه؟ بقول لك عندك افتقار للحاجات الكويسه، رصيد مش كافي، اعمل ايه؟ في تواصل ما بيني وما بين الناس اللي حواليا بالمعروف. طبعا شكرا ليكي جدا. تواصل، ان في محبه، مناسبات اروح احضر. طبعا وقتنا عدى كالعاده بسرعه. شكرا لكل الناس اللي اتصلت عليا النهارده في 17-44 ونضغط رقم 2 في انتظاركم بعد الحلقه بساعه ان شاء الله. شكرا لكم كلكم. في نهايه حلقتي استودعكم في حفظ الله وامنه، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.